لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. تمام، النهارده دي المحاضره الثالثه من كورس اداره دخول ضغوط الحياه. الله يسلمك يا منى. تمام، كنا اتكلمنا في المحاضره الاولى عن ايه هي ضغوط الحياه وان الواحد يتعامل مع ضغوط الحياه. اتكلمنا على خرائط الضغط وازاي اكتشف الضغوط جايه لنا من انهي طريق، هل هي جايه لنا من عن طريق الناس ولا المال ولا العمل ولا الفراغ ولا العقل ولا الجسم ولا الحياه، او اجمالا خريطه ضغط الحياه. واتكلمنا ازاي نقلل الضغوط اللي جاية عن طريق الناس والمال والعمل ووقت الفراغ. ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضرة الاولى والثانية. وطبعا الشباب اللي ما حضرتش لا المحاضرة الاولى والثانية هم موجودين على الاكاونت بتاعي على الفيسبوك، وموجودين على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، بحيث اللي حابب ان هو يتابع المحاضرات السابقة محتاج أي حاجة فيها هي متواجدة بشكل كامل جدا، سواء على الجروب، ده اللينك بتاع الجروب بتاعنا على الفيسبوك، وده الأكونت الخاص بيا، بحيث لو في أي استفسار أو تساؤل أو في أي شيء خاص بالكورس أو خارج الكورس أكون سعيد جدا بتلقي اسئلتكم او تمام كده. هبتدي نكمل المحاضره بتاعتنا او الكورس بتاعنا. هنبتدي نتكلم على اول نقطه النهارده وهي وسائل تخفيف ضغط العقل. يعني لو انا شخص بيمارس عليا ضغوط عقلية دايما، بشعر بالإجهاد والإنهاك وبالإعياء، وحاطط نفسي دايما تحت ضغوط عقلية، دايما أفكاري متلاحقة، دايما بحس بالصداع، دايما بحس إن أنا بنسى كتير، دايما بحس إن أنا عندي حالة من التوتر الذهني والعقلي بشكل كبير جدا، وبالتالي أنا محتاج بشكل كبير جدا 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 وسائل تخفف هذا الضغط. لو انا عقلي بيسير في الاتجاه المخالف، يعني ايه بيسير في الاتجاه المخالف؟ يعني عقلي ضدي. يعني ايه عقلي ضدي؟ يعني عقلي بيديني اشارات خاطئه، او دايما بلوم نفسي فدي اشاره خاطئه، دايما بنتقد نفسي بشكل سلبي فده نقد خاطئ او اشاره خاطئه، دايما بوجه لنفسي كلام سلبي، دايما حواري الداخلي هو حوار سلبي، وكلها علامات بتدل بشكل كبير جدا 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 على ان انا بعاني بشكل كبير جدا على المستوى العقلي. تمام، فانا بنتكلم تاني انها ضغوط بتمارس علينا بشكل كبير جدا، وبالتالي احنا محتاجين بشكل كبير جدا 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 ان احنا نقلل بشكل كبير جدا هذه الضغوط. طيب، علشان نقلل من ضغوط ضغط العقل، هنعمل ايه؟ ايه هي الوسائل المناسبة علشان اقلل من ضغوط ضغط العقل عليا؟ اول حاجة يا شباب، ان انا اكتشف المعنى والاشباع.
وهنشرحها بالتفصيل يعني ايه اكتشف المعنى والاشباع. في استفسار في الاول من احمد عبد القيم. تمام مفيش مشكله. تمام اولا الصوت واضح بالنسبه لكل الشباب. قبل ما اكمل كلامي الصوت واضح ليكم كلكم. تمام طب الحمد لله. اوكي طيب هنرجع تاني نقول يعني ايه اكتشف المعنى والاشباع. اكتشف المعنى والاشباع يعني انا عايش ليه؟ يعني ايه هدفي من الدنيا؟ هل انا ليا هدف بسير عليه؟ هل عندي اهداف واضحه في هذه الحياه؟ ولا انا عايش كده يعني عايش يوم بيومه؟ تمام؟ وبالتالي ده مؤثر عليا بشكل كبير. ودي هنتكلم عليها بالتفصيل. النقطة الثانية إن أنا أكون راضي عن نفسي. قليل جدا من الناس بيبقى عندها حالة من الرضا الشخصي اللي هو راضي عن أفعاله، راضي عن تصرفاته، راضي عن ما يريد. واحدة من أهم النقاط الأساسية إن أنا أقلل الضغط عن عقلي إن أنا أكون راضي عن نفسي. الرضا حالة الرضا بحد ذاتها بتدي حالة من الطمأنينة. الواحد بيبقى عنده حالة من الهدوء والاستقرار وبالتالي يقدر يفكر بشكل منطقي. لكن أنا لما أكون عايش حالة من عدم الرضا ده هيأثر إن أنا هيبقى عندي حالة من النقمة والغضب والانفعال والغضب، فكل الأشياء دي هتؤدي إلى حالة من الارتباك وحالة من الضغط العنيف على الذات. وبالتالي فكرة ان انا اكون راضي عن نفسي انا كده بقلل بشكل كبير جدا الضغوط اللي عليا. التأمل موضوع مهم جدا. كونك ان انت بتتأمل سواء بتتأمل في خلق الله، سواء ان انت بتقعد في مكان مفتوح ما فيش اي مؤثرات، ما فيش اي ضوضاء، ما فيش اي ضغيط حواليك وبتنظر الى السماء، ده بيديلك فرصة ان انت تفكر بهدوء. ده بيديلك فرصة ان انت ترتب افكارك. ده بيديلك فرصة ان انت تاخد نفسك. لو انت رتم حياتك ايقاع حياتك ايقاع سريع وفي حالة من التوتر والشح، كونك ان انت بتدي نفسك ولو نص ساعة ولو 10 دقايق في اليوم انك تقعد مع نفسك وتتأمل الكون، تتأمل الخلق، تتأمل ما حولك، ده بيؤدي الى حالة من الراحة الذهنية انت اشد الاحتياج اليها. واضح كده يا شباب؟ في نفس الوقت ان انا في وقت الذروة في وقت ذروة الاحداث يجب ان انا افكر انا اسلوبي وتناولي للاشياء بيمشي ازاي؟ هل انا بتناول الاشياء بشكل عنيف؟ هل انا بتناول الاحداث بشكل عصبي؟ فلازم ان انا ابحث وانا في وقت ذروه الاحداث انا تناولي ماشي ازاي؟ هل انا في اتجاه ايجابي ولا اتجاه سلبي؟ ابراهيم بيتكلم على ازاي ارضي عن نفسي، هيتكلم على الرضا بشكل تفصيلي يا ابراهيم. يعني احنا بس بنقول عناوين وبعد كده هنتكلم في التفاصيل، فلا تقلق. طيب، النقطة اللي بعد كده ان انا اوجد العزلة. يعني ايه اوجد العزلة؟ اوجد العزلة ان انا زي ما كده ان انا الاقي وقت اعرف اقعد فيه مع نفسي. ولكن في فرق ان انا يبقى القعده دي هي قعده نقد وقعده لوم وقعده عتاب، فهي قعده مرفوضه 1000000%. لازم القعده اللي انا هقعدها مع نفسي او العزله اللي انا هعتزلها مع نفسي هي قعده ترتيب افكار او ترتيب اوراق
او ترتيب اولويات، في هذه الحاله العزله مطلوبه. لكن لو العزله دي هتؤدي الى اكتئاب، هتؤدي الى الحزن، هتؤدي الى الاحساس بالوحده والقلق والتعب، ملهاش اي لازمه. ملهاش اي لازمه. فلازم انك وانت بتوجد هذه العزله تفكر بشكل انت هتوجد هذه العزله ليه؟ هل هتوجدها علشان انك تكتئب وانك تفتكر الحاجات اللي بتضايقك؟ فبلاش اساسا انك تقعد لوحدك. لكن لو هذه العزله الهدف منها ترتيب افكارك وترتيب الاحداث وترتيب الامور وانك تفكر بشكل ايجابي اقل وتفكر بحلول مشاكلك، تمام، هو ده الحل. طيب ياسمين بتقول يعني على حسب شخصيتي، بمعنى ايه ياسمين؟ وضحي سؤالك. يعني ايه على حسب شخصيتي؟ هل ان انا شخصيه انطوائيه فانا اساسا بحب العزله، ولا يعني حاولي توضحي السؤال اكتر. ياسمين بتقول يعني لو العزله بتريحني اعمل عزله والعكس. يعني لو العزله هتؤدي انها بتخفف الضغوط اللي عليا، اوكي تمام زي الفل، ما ده اقتراح جيد. لكن لو هذه العزله بتؤدي ان انا بتضايق اكتر، منعزل اكتر عن الناس، بتحول الانسان انطوائي معزول عن المجتمع، فبلاها احسن. يعني دايما لما تيجي تعمل اي حاجه في حياتك خلي القاعده الاساسيه، هل الحاجه دي بتفيدك تعملها، هل الحاجه دي بتضرك فتبطلها. هي دي القاعده الاساسيه في اي حاجه انت لازم تكون بتعملها في حياتك، تمام كده؟ اوكي. تمرس على الاسترخاء. يعني ايه تمرس على الاسترخاء؟ في ناس عندها مشكله انها لما تيجي تنام تنام على طول، تاخد وقت كبير جدا عشان تنام. وفي ناس بيبقى عندها حالة من القلق والتوتر العصبي فما بتعرفش تنام. وفي ناس بتبقى عندها مشكلة أساسا تريح دماغها دايما وهي قاعدة كده عقلها شغال بأفكار سلبية، أفكار تؤدي إلى الإحباط، أفكار تؤدي إلى الاكتئاب. فكلها أفكار بتمنع إن أنا أسترخي، بتمنع إن أنا اطلع الطاقة السلبية اللي جوايا. ومن هنا ما ينفعش ان انا اترك الامور، لازم اتمرس بشكل كبير جدا على الاسترخاء. وهنقول النهارده اكتر من تمرينة للاسترخاء. النقطة بقى الخطيرة جدا واحد اكبر الضغوط اللي بتمارس على العقل هو مشاهدة التلفزيون. يعني ايه مشاهدة ليه؟ هل التلفزيون بيمثل ضغط على عقلي؟ اكيد. امتى بيمثل ضغط على عقلي؟ في اكتر من حالة. الحالة الاولانية ان انا لو انا شخص دايما عمال اتابع الاحداث السياسية الجارية او الحوادث او الحاجات اللي احنا دايما بنشوفها، في ناس من كتر هذه المشاهدة بتتحول الى حالة من الاكتئاب الشديد واليأس، وان هو يشوف الدنيا سودة وان مفيش امل وان مفيش اي بارقة امل. وبالتالي بيتحول هذه المشاهدة الى وسيلة من وسائل الضغط، تمام، زي ما بتقول ياسمين، خصوصا في السياسة اكيد. وبالتالي هيصبح هذا واقع سيء عليك، فاصبح التلفزيون هو احد وسائل الاكتئاب اللي انت بتعيشها، اصبح وسيلة من وسائل انت بتمارسها. وبالتالي هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. فبالتالي لو هذا التلفزيون هو وسيلة من وسائل الضغوط، فقلل من مشاهدة البرامج اللي هي بتمثل لك ضغط. انت ممكن بمنتهى البساطة النشرة هي نشرة ساعة، اتفرج على النشرة بس وخلاص، مش لازم طول اليوم عمال تتفرج على برامج حوارية وتفنيدات وكلها بتصب في نفس الكلام ونفس الاتجاه وكلها بتخليك مكتئب أكتر. ممكن بمجرد ضعف الاخبار وتنتهي عليها وتقلب على حاجه ثانيه.
الموضوع مش مستاهل هذا الزخم الكبير جدا، وانت كده كده ما عندكش القدرة ولا السيطرة ان انت هتقول للناس اللي في الاحداث اعملوا كذا وما تعملوش كذا. انت ما عندكش هذه السلطة وما عندكش هذه القدرة، وبالتالي يمارس عليك ضغط كبير جدا، وانت ما عندكش الحق ان انت تعمل حاجة توقف هذا الحدث او هذه الاشياء. برضك من الاشياء الخطيرة في التلفزيون او التلفزيون ان بعض الناس بتتأثر جدا بالمسلسلات او بالافلام او بالاحداث اللي بتحصل في الافلام، وبالتالي بيحصل حالة من الاندماج الخاطئ. يعني ايه اندماج خاطئ؟ اللي هو تلاقي ان في ناس طبعا ان الواحد لما بيتفرج على فيلم او على مسلسل الهدف الرئيسي هو الترفيه، او ده وقت فراغ فانا بتفرج على الفيلم دوت او المسلسل ده. لكن في ناس بتوصل معاها مرحلة ان هو مرحلة من الاندماج، مرحلة من الاندماج الذهني والفكري. بمعنى ايه؟ ان الواحد بيتخيل ان البطل ده شخص حقيقي او البطل دي شخصية حقيقية، وبيتأثر بالاحداث وتطوراتها وانفعالاتها لدرجة ان هو بيندمج اندماج كبير جدا، درجة ان هو بيكتئب وبينهار وبيتعب وبيبكي وبيحزن. طب ليه؟ مسلسل تمثيل يعني ليس واقع، تمام؟ وبالتالي ده بيأثر بشكل كبير جدا 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 وبياخد على الاعصاب بشكل كبير جدا. يمكن احمد بيقول المسلسلات واقتباس الادوار اكثر من البرامج الاساسيه اللي تعمل انهيار عصبي. والله على حسب الشخصيه يا احمد، وان كان قلنا ان اتفرج على الحاجه ديت، ولكن حاول تفصل شخصيتك كينونتك حياتك اسلوبك عن الشخص الاخر. يعني ما ينفعش ان انت تتعايش بشكل كبير جدا مع الاخر وهذا الاخر وهم. شيء سيء جدا ان انت تعتقد ان الوهم واقع وتعتقد ان الواقع وهم. دايما الانسان بيخش في حالة التقمص دي، يا اما ان هو حياته هو شايفها انها حياة سطحية ما فيهاش احداث فبيدور على احداث يعيشها، يا اما الشخص ده هو حساس جدا لدرجة ان هو بيتقص احداث حتى لو هي وهمية. وبالتالي احنا مش عايزين نبقى ده، احنا عايزين نكون اشخاص عندها القدرة على التفكير المنطقي ورؤية الواقع والتعامل مع الواقع، مش ان انا اكون عايش في الوهم. ما ينفعش ان انا اعيش في الوهم، لان العيش ان انا اعيش في الوهم ده هو بداية الطريق لان انا اكون انسان سلبي، واحنا مش عايزين نكون مش اشخاص سلبيين. ومن هنا احنا محتاجين ان احنا نقلل من ان انا بتفرج على حاجة بتأثر بشكل سلبي عليا. واضح؟ النقطة اللي بعد كده هي اقرأ. اقرأ وهنتكلم عنها بالتفصيل، لأن اقرأ دي فيها كلام كبير جدا، كلام فظيع جدا هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شوية. النقطة الأخطر هي غير من أفكارك. احنا دايما عندنا مشكلة، دايما بيبقى عندنا أفكار ثابتة، أفكار لا تتحرك. وأسوأ أنواع الأفكار هي الأفكار اللي أنا باخدها عن نفسي. يعني إيه أسوأ الأفكار اللي أنا باخدها عن نفسي؟ دايما بعتقد إن أنا كذا، إن أنا هذا الشخص. ويمكن يكون عندي مناطق كبيرة جدا من يعني البوتنشال أو بنسميها إيه؟ إن أنا يكون عندي مناطق خفية أنا ما أعرفهاش عن نفسي، ممكن يكون عندي قدرات أنا مش شايفها جوايا. فمحتاج إن أنا أكتشف نفسي أكتر فأكتر. محتاج ان انا اعرف قدراتي اكتر فاكتر. ما ينفعش ان انا اكون عايش من منطلق ان انا افكاري ثابته لا تتغير. من الطبيعي ان الافكار بتتغير لان الاحداث بتتغير، تمام؟ الافكار بيتم استحداثها، الافكار بيتم تطويرها، لان احنا بنعيش في واقع بطبيعته متغير. ما ينفعش ان انا تفضل افكاري ثابته وافكاري عن نفسي ثابته وافكاري عن المقاعة ثابته. وهنا برضك عشان اوضح، في فرق ما بين الافكار ومن المبادئ. يعني المبادئ هي حاجه ثابته، المبادئ يعني اخلاقك لازم تكون عاليه ده ثابت، سلوكك لازم يكون محترم فده ثابت،
السرقه حرام، فده ثابت. دي مبادئ، المبادئ ثابته ما بتتغيرش، لكن الاثار هو تناولي للاشياء، تناولي للاحداث، رؤيتي للناس، رؤيتي لنفسي، هي دي الافكار. الافكار بتتغير تبعا للاحداث اللي بتحصل. عشان كده لو انت افكارك، قيم افكارك. يعني ايه قيم افكارك؟ شوف افكارك افكار ايجابيه ولا افكار سلبيه؟ افكار بتخليك تكبر ولا افكار بتخليك تظهر؟ افكار بتخليك شخص بيتطور وبيكبر ولا افكار بتخليك شخص متقوقع مش عارف يطور من نفسه ولا من حياته؟ فهو ده السؤال، انت في انهي اتجاه؟ الصوت كده واضح طيب يا احمد؟ تمام، الشبكة عندي كويسة، ممكن يكون. طب اجمالا الصوت واضح لكل الناس؟ اوكي تمام، هنتكلم بتفصيل اكتر. اول حاجة اللي احنا اتكلمنا فيها هي اكتشف المعنى والاشباع. دايما دايما بنسال بعضنا، يسال نفس السؤال ده، وغالبا بنسال نفس السؤال، هو انا ليه هنا؟ يعني انا ليه موجود في الدنيا دي؟ ايه الغرض من وجودي؟ هل في قوه او طاقه حياه في حياتي او في العالم؟ هل انا ايه لازمتي في الدنيا دي كلها؟ هل انا ليا لازمه؟ هل ليا دور؟ ايه هدفي؟ ايه اهدافي في الحياه؟ ايه الحاجه اللي ممكن تبسطني؟ ايه الحاجة اللي ممكن تزعلني؟ فهي طريقة ان انا بكتشف البعض الاسئلة ديت، ان انا اسأل نفسي من طريقة ان انا اعرف ايه المعنى وايه الاشباع اللي خلال حياتي. ممكن اعرف عن طريق الكتب، ممكن اعرف عن طريق ان انا افكر، ممكن اعرف عن طريق الكتب الدينية، ممكن اعرف عن طريق التأمل، ممكن اعرف ان انا عن طريق اسال اصحابي. لكن القاعده الاساسيه ان انت شخص وجزء مهم من هذا المجتمع. يعني ربنا خلقنا لان كل واحد فينا هو شخص وكيان مهم، وربنا خلقنا وهو ادرى بينا، ربنا خلقنا على احسن تقويم، ربنا خلقنا لنكون خلفاء خلفاء الله في الارض. فاكيد انت الذي خلقك الله لاحسن صوره وفي اجمل صوره، فليك هدف وليك كيان. ما ينفعش واحد يقول ان هو ملوش لازمه، ما ينفعش واحد يقول ان انا ماليش قيمه، ما ينفعش اقول ان انا وجودي زي عدمه، الكلام ده خاطئ. في محمد بيقول العباد ولا انعام الارض، اكيد وده الموجود في القران الكريم، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق الله العظيم. انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اقامكم عند الله اتقاكم، صدق الله العظيم. فكلها اشياء انت ليك هدف وليك تارجت او ليك وجود، سبب وجودك في هذه الارض. ياسمين بتقول طيب ليه الانسان ممكن يكون مش حاسس بالاهميه دي؟ لان دايما هنرجع تاني ياسمين لفكره الافكار، دايما ان انا بفكر بحط افكار ثابته عن نفسي، ممكن يكون ليها اهميه، ممكن ما احسش بالاهميه دي لان دايما شايف نفسي اقل. احنا عندنا للاسف والطبيعه البشريه بتقول ايه؟ ان في ناس كتير جدا بتعتقد انها اقل مما يجب، وفي ناس دايما بتشوف نفسها اكبر مما يجب. فاحنا لا عايزين ده ولا عايزين ده، احنا عايزين الواقع. الواقع مش ان الواقع اللي هو بيوصلنا لكده يا ياسمين، لكن افكارنا هي اللي بتوصلنا لكده، احساسنا بنفسنا ممكن هو اللي بيوصلنا لكده. لكن لو انا طورت من نفسي وحسنت من ادائي الشخصي وحسنت من قدراتي وطورت من نفسي، اكيد اكيد بشكل كبير جدا هطور من ادائي الشخصي، هطور افكار الناس عني، وهطور افكاري الشخصيه عن نفسي. ده اللي بيقوله محمد، اللي هي الاراده، ان الاراده الشخصيه
وان انا بطور من نفسي وحاطط لي هدف واضح، هو ده اللي بيخلي انسان بيبقى ادراكه لنفسه اعلى، وبالتالي في حاله من التطوير. في انسان عايش في القوقعه مش قادر يغير من نفسه، عايش الحياه بدون هدف بدون وسيله بدون اي شيء، وبالتالي ده اللي احنا بنشوفه مثلا في دول زي السويد والدنمارك، دول عندها مستوى الدخل الفرد عالي جدا ولكن فيها نسبه اعلى نسبه انتحار. ليه؟ لان هم عايشين الحياه من غير اي هدف ومن غير اي معنى. ومن هنا بياتي الفرق، ان انت تكوني عايشه، اولا انت عايشه عشان تعبد الله وده الهدف الرئيسي، عايشه علشان تثبتي ذاتك، عايشه عشان تعمري الارض، عايشه علشان ان انت تنقل الرساله والمعنى للاخرين، وبالتالي كلها اهداف قيمه احنا عايشين عشانها. وبالتالي هو ده الهدف والمعنى. لازم اكتشف الهدف والمعنى وايه الحاجات التي تشبع رغباتي في هذه الدنيا. تمام؟ وهنرجع تاني للقول المأثور اللي بيقول: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت ابدا. تمام يا شباب؟ كن راضيا عن نفسك. يعني ايه كن راضيا عن نفسك؟ فكرة الرضا، ومن النادر الانسان يكون راضي عن نفسه، ومن النادر الانسان يكون قانع بما كتبه الله له. افكار كتيرة بتخلينا نفكر بهذا الاتجاه او بهذا الشكل. في اخبار سيئة اللي هي ايه؟ اللي هو مهما كانت صعوبة ان انت تتقبل اللي انت فيه ده، فانت سمحت نفسك انك تكون على ما انت عليه الان، يعني الواقع اللي انت تعيش ده فانت اللي وصلت نفسك ليه. سواء بقى نجاح، سواء فشل، سواء صعود، سواء هبوط، فانت اللي وصلت نفسك لهذه المرحلة. مش حد تاني. حتى لو في حد تاني كان بيحبطك، حتى لو حد تاني كان بيحط لك صعوبات طوائق وعراقيل، فانت اكيد ساعدته. يا اما ساعدته بان انت قابلت هذه العراقيل وما عرفتش تتخطاها، يا اما ان انت ما اديتش مقاومه عاليه عشان تتغلب على ده. ومن هنا يجب ان تعترف ان انت المسؤول عن نفسك. انت المسؤول على ما انت عليه. لكن برضك الخبر الطيب او الاخبار الطيبه، اللي انت صنعته ده انت ممكن تتراجع عنه وتقدر تغير نفسك لتكون كما ترغب. وده بقى اللي احنا هنتكلم فيه، ان انا حتى لو انا مش راضي على الوضع اللي انا فيه، مش راضي عن شغلتي، مش راضي عن حياتي، مش راضي عن دراستي، واتفر انا مش راضي عن ايه، عندي حق التراجع. يعني ايه حق التراجع؟ يعني انا كنت ماشي في اتجاه خطا، ممكن اتجه للاتجاه السليم، اعمل خطه جديده اقدر اتحرك فيها، احط اهداف طالما ما عنديش اهداف، اسعى على ما اريد لو انا ما كنت مكبر دماغي وما بسعاش وما بساعدش نفسي. لو انا واقف عند مرحله وما بطورش نفسي يبقى ابتدي اطور في نفسي. لو انا عندي مشاكل شخصيه ابتدي احلها. لو عندي مشاكل اسريه ابتدي احلها. فهي دي الاخبار الطيبه. دايما في قاعده بتقول لك انت مش تقدر تغير الماضي، وده حقيقه، يعني ما فيش حد فينا هيقدر يرجع للماضي عشان يغيره. لكن اقدر ابني المستقبل. وبالتالي الهدف الرئيسي ان احنا نبني المستقبل. الماضي انتهى على ما عليه. لكن عندك حاضر موجود انت عايشه، وعندك لسه ما تكونش فانت بتكونه. فمن هنا لازم يكون عندك هذه الرغبه. ومن هنا هياتي الرضا. وبالتالي حد صوره دقيقه واقعيه بالكتابه. واكد على كلمه بالكتابه دي، ما تريد ان تغيره. يعني حط لنفسك كده، انت شخص فلان الفلاني عندك مشاكل 1 2 3، اكتب كل ده.
وتقول انت عايز تغير ايه فيه؟ انا خجول، انا شخص انطوائي، انا شخص عنيد، انا شخص عصبي. اكتب ايه الحاجات اللي انت عايز تغيرها، وبعد كده تبتدي تحط خطه ازاي تغير ده، وخد قرار ان انت ازاي تستطيع انك تستخدم نقاط قوتك الحاليه، ان اي بني ادم عنده نقاط قوه ونقاط ضعف. علشان تتغلب على نقاط ضعفك استخدم دايما نقاط قوتك، وبالتالي ان انت هتقدر يا اما باستخدامك لنقاط قوتك او ان انت تنمي طاقات مختلفه انت مش مكتشفها في نفسك. ومن هنا بياتي فكره ان انت لازم تستكشف نفسك. ازاي اكتشف نقاط القوه يا ياسمين؟ بمنتهى البساطه ان انا اول حاجه اعمل اختبارات شخصيه، ودي ما اكثرها، في كذا اختبارات بتتعمل بنسميها سايكومتري او اختبارات تحليل شخصي او اختبارات تقييم ذاتي. في هذه الاختبارات يمكن انا حاطط على الجروب بتاعنا على الفيسبوك اختبار بيقول لك انت تنفع تشتغل ايه، او يقول لك ايه مظاهر القوه ومظاهر ضعف الشخص. فدي سهله جدا. من هنا هحط لكم دلوقتي اللينك على بتاع الجروب، تمام؟ من هنا اقدر بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله ومنتهى كل الاشياء ان انا اصنع، يعني نقول كده ايه، اصنع واقع مختلف. عشان اصنع هذا الواقع المختلف يبقى ده كده لازم احلل بشكل كبير جدا جدا قدراتي وامكانياتي الشخصيه. فده هيجي ازاي؟ انا اقيم نفسي صح، مش ان انا استسلم واترك الامور زي ما تيجي زي ما بيقولوا كده، هي جت ما جتش ما فيش مشكله. اكبر غلط، قيم نفسك بشكل واضح، قيم نفسك بشكل فعال، قيم نفسك بشكل ايجابي، وتحط خطة واضحة كده انت هتنجح في ايه وهتفشل في ايه. واضح يا شباب؟ ده اللينك بتاع الجروب وده الاكونت الخاص بيا، بحيث لو في اي مش واضحة بالنسبة لكم فطبعا هكون سعيد جدا بتلقي اسئلتكم. نكمل؟ يبقى ابتدي خلاص، انا دلوقتي عرفت ايه نقاط قوتي، ايه نقاط ضعفي، اكتشفتها. ابتدي برضك ابص على اصحابي، ابص على الناس اللي تعرفني، المعارف بتوعي، واشوف الناس دي. عندي واحد صاحبي بيعقل كويس جدا، فليه ما اتعلمش هو ازاي بيتكلم؟ بس هنا مش هتقمص شخصيته او مش هقلده بطل، لكن هتعلم منه التكنيك واعمله باسلوبي انا وشخصيتي انا. او ان انا ادور ايه الحاجات اللي عند الاخرين مش عندي، ابتدي اطور في نفسي اوصل لها. وده شيء مفيد وفعال على المستوى المهني وعلى المستوى التنموي. وكمان اسالهم، هو انا كده بتطور؟ انا كده بتحسن؟ اصحاب ثقه انت بتثق فيهم وفي رايهم، تمام؟ كمان انت ممكن تعمل حاجه ثانيه، انك تسال الناس المقربه منك وتقول لهم يا جماعه ايه الحاجات اللي انتم شايفينها فيها كويسه وايه الحاجات اللي انتم شايفينها فيها مش كويسه، وتطلب منهم النصيحه والمسانده. ولو هم فعلا اصدقاء حقيقيين هيساعدوك وهيساندوك ويوضحوا لك الامور بشكل واضح جدا، وبالتالي هتبقى اضافه لي. فده كل الكلام ده وتطويرك بهذا الشكل ده هيوصلك لمرحله الرضا عن النفس. اقرا يعني اول ايه في القران كانت اقرا، صح؟ كمان او من اقوى الوسائل لتخفيف ضغط العقل هو القراءه. كم واحد فينا بيقرا؟ كم واحد فينا بيحب القرايه؟ كم واحد فينا بيطلع على الكتب بشكل دايم؟ منا؟ برافو يا منا. مين تاني؟
ان عملتي عشان طب ده شيء كويس جدا. هبه راضي يا هبه. ابن يحيى راضي يا ابن يحيى. ياسمين راضي يا ياسمين. محمد راضي يا محمد. نورهان بتحاول انها تتعلم حب القراءه. جميل دي محاوله جيده يا نورهان. طارق ايوه وضح يا طارق. ماشي يا طارق. نهلة برافو يا نهلة. زو برافو يا زو. مروة بتقول انها نفسها تحب القراية. ماشي هو ده برضك يعني محاولة جيدة. تمام نهلة بتحب دكتور بيرن فيقي. تمام ايمي اتمنى اكون قريت الاسم صح برضك بتحب القراية ده شيء كويس جدا. طبعا هو في مراحل في ناس بتعشق القراءه يعني انا من الناس اللي بتحب اميره. ماشي اميره ولا يهمك. تمام بس عشان كده الاسم مش كامل. تمام برافو يا اميره برضك. تمام اهو يعني ياسمين بتدي حلول ان الواحد يحاول يقرا حاجات صغيره خفيفه هتحببك في القراءه. مظبوط يا ياسمين. طارق بيقول الشغل اللي بيخلي مفيش وقت كتير للقرايه. انت على فكره يا طارق مش محتاج ان انت تقرا وقت كتير. انت محتاج تقرا ولو ربع ساعه نص ساعه بالذات الوقت اللي هو قبل ما تنام. ده احسن وقت مناسب للقرايه. انت لا مشغول بحاجه ما وراكش شغل وبالتالي هي عندك يبقى عندك الفرصه الكبيره للقرايه. سعيد بيقول ما بيحبش القرايه وده حق ولكن هنا يا شباب دايما دايما داول كده في طبعا في ناس عندها ميل وحب للقراءه وفي ناس بطبيعتها ما بتحبش القرايه ولكن دايما خلي القرايه ليست بفكره الحب والقراءه هي خلي القراءه وسيله من وسائل التطوير. ممكن ما يكونش كتاب يعني برضك عشان بس نوضح ان القراءه ليست الكتاب فقط. القرايه ان انت ممكن تسمع يعني كتاب مسموع يعني اللي هو زي السيديهات زي الدي في دي بيبقى فيه محاضرات مسجله انت ممكن تسمعها ودي طريقه. مظبوط يا ياسمين. في طريقه ثانيه ان انت تقرا حاجات بسيطه اللي هي كتيبات صغيره تدي لك ارشادات في حاجات معينه هتفيدك. هنا القراءه ليست بدل القراءه لان طبيعه الحال مش كل الناس بتحب القرايه ومش كل الناس ما بتحبش القرايه. ولكن لو انت من النوع اللي بتحب القرايه الموضوع بالنسبه لك كويس ومفيش اي مشكله انك كده كده بتقرا. بس هنا بقى هنطور القراءه شويه ان انا اطور ان انا اقرا بهدف مش بس المتعه والاستمتاع ده شيء كويس كمان هجعل القرايه وسيله من وسائل النمو الشخصي وسيله من وسائل البقاء وسيله من وسائل السعاده. وبالتالي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فممكن ان انا اقرا ان انا ازور مكتبه الكليه المكتبه العامه ممكن ان انا اقول ان انا هقرا كتاب في الاسبوع كتاب في كل شهر او كل فتره مناسبه بالنسبه لي واعمل ده لحد وقت القرايه. انا بقول لكم يعني ممكن قبل ما انام ممكن خلال اليوم على حسب طبعا وقتك وحياتك بحيث انها تجعلها عاده. يعني انت لو تعودت انك تقرا كل يوم قبل ما تنام كتاب خلاص او جزء من كتاب مش لازم يبقى كتاب كامل يعني او فصل او اي حاجه هتصبح عاده من جواك وبالتالي ده هيبقى مفيد بشكل كبير جدا. منا قرايه القران هو قراءه القران قصه اساسيه يا منا ملهاش علاقه بقراءه اي كتاب اخر ولكن القران في حد ذاته يعني انه يعني عباده ما نقدرش نتكلم فيها ولكن الى جانب القران هو وتعبدنا بقراءه القران برضك اقرا كتب اخرى ده شيء كويس مش لدرجه ادمان يا ياسمين يعني خليها حاجه خليها عاده حميده الادمان بطبيعتها يعني كلمه مش كويسه لكن خلينا نقول ان هو عاده حميده عاده احنا بنتطور بيها عاده بتخلينا اشخاص متطورين ايجابيين. اهم حاجه ان انا اختار ما اقرا اختار الكتب المفيده بالظبط. يمكن هبه بتتكلم على فكره القراءه السريعه بتوفر وقت للمشغولين ودي حقيقه وبالتالي احنا بنتكلم في هذه النقاط ان انا لازم تبقى
قراءاتي على حسب وقتي وحسب مجهودي. فأهم حاجة ان انا اقرا وخلي دايما كده ان انا اخلي القراية استرخاء مش عمل ركيب، وان انا اقرا ان انا انمي نفسي. برضك من وسائل ضغط تخفيف ضغط العقل ان انا اسافر اخرج اتفسح، ان انا اناقش. هنا بنناقش وليس جدال ولا خلافات ولا مشاحنات، احنا بنتكلم على المناقشه. المناقشه في حد ذاتها شيء ايجابي، الخلاف والاختلاف والزعيق والخناق ده كله كلام مرفوض، لان ده بيوتر اكتر ما بيقللش الضغوط. القيام ان انا بمارس اليوجا او الرياضات الذهنيه عموما ده بيقلل الضغوط. استعد السيطره، يعني ايه استعد السيطره؟ ان انا ابقى انا المتحكم في عقلي ومش عقلي اللي بيتحكم فيا. يعني ايه بتحكم في عقلي؟ ان انا مرتب افكاري، مرتب حياتي بشكل جيد، ما عنديش مشكله ما بين ان انا اتخذ قرار. ياسمين بتسال هو في فرق ما بين النقاش والجدال؟ طبعا في فرق شاسع يا ياسمين. النقاش ان كل واحد له وجهه نظر، وكل واحد بيشرح وجهه نظره للاخر، والاخر ده وجهه النظر. لكن الجدال ان كل واحد مصر على وجهه نظره وهدفه الشاغل ان هو يقنع الطرف الاخر، ومش عايز يسمع للطرف الاخر اي راي او صوت. فهو ده الفرق ما بين النقاش اللي هو حوار متبادل، والجدال اللي هو الصوت العالي وكل واحد بيتكلم وما بيسمعش الطرف الاخر. تمام. اللي قدامي مش متقرر راي اخر اعمل ايه؟ دي قصه ثانيه خالص يا منى. لكن احنا بنتكلم ان انا دايما اخلي حواراتي نقاش. لو انا بتعامل مع اشخاص او بتعامل مع اشخاص عندهم مشكله في النقاش، فالافضل ان انا ما اتناقش معاهم وادور على الناس اللي هي عندها القابليه في النقاش. هنا احنا بنقلل من الضغوط مش بنزود الضغوط. لكن فكره الناس اللي هي مقفوله العقل او ما بتحبش الراي الاخر، فاسلم طريقه يا اما ان انت تتناقشي معاها بطريقه هادئه بضغوط من غير اي انفعالات، من غير ما تقولي ان انت متبنيه راي. دي طريقه. والطريقه الثانيه ان انت تتجنبي الشخصيات دي خالص، لانك مهما عملتي هم ما بيغيروش رايهم. التنظيم مهم جدا في حياتنا. قولي ان انا مواطن، هبقى منظم في افكاري وان انا ابحث عن طرق جديده. يعني ايه ابحث عن طرق جديده؟ زي ما انا كده ادور على مصادر هو الفكري، سواء بقى ان انا اخد دوره دراسيه، اخد كورس مثلا، كورس ده في التطوير الذاتي، او ان انا مثلا عندي لغه عايز اطورها، او ان انا اكون مثلا بحضر محاضرات بهدف الاستمتاع والاستماع، ان انا عايز اتعلم واتعرف، او ان انا اجرب هوايه جديده، او ان انا ادعو صديق لان انا ننضم مثلا لجمعيه، ان احنا ننضم النادي، ننضم لعمل تطوعي، الاهتمامات المشتركه فيها ابتكار فيها مغامره، كلها طرق. ان انا بعمل حاله من التجديد في حياتي، ده بيقلل بشكل كبير جدا من ضغوط العقل. هناخد بريك مش هنصوت العتة. طيب هجاوب بس على السؤال ده وبعد كده اسال سؤال هبه. هي بتقول الحمد لله قدرت اوصل لحلمي بعد عناء سنين ودراسه مختلفه تماما، والحمد لله نجحت في شغلي جدا، لكن عندي مشكله ضيعت مني كتير واخرتني فعلا اني ما بتحمل الضغط والسخريه في الشغل، برتبك متوتر، وللاسف اصبحت عندي مشكله اكبر وهي القلق. طب اتغلب على الكسل؟ مش عارفه نهائي. طيب الحمد لله طبعا انت قدرت ان انت توصلي لحلمك ولاهدافك، وده شيء كويس جدا. فكره ان انا لا احتمل المقطع والسلبيه ده شيء يعني في من الخطا، ان احنا لازم نكون اكثر هدوء، اكثر تقبل للاخر، اكثر تقبل للنقد حتى لو كان نقد نازع، طالما ما فيهوش تجاوز. يعني برضك عشان نفس الموضوع اللي هو في مرحله من مراحل التجاوز، فدي نقطه مهمه جدا. لازم برضك ان انا ما اديش لحد اكبر من حجمي. ما ينفعش ان انا اعطي لشخص ما اكبر من حجمه. يعني دي برضك دي مشكله كبيره جدا. تمام. لا فكره ان انا ما اردش خالص وبتعب داخليا دي برضك مشكله كبيره جدا يا مهله. لا احنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا، ان
انا ان انا زي بقول كده تاني لازم ان انا اولا بقضي استياء او بقضي رد فعل ان انا ما بيعجبنيش هذا التعامل او هذا الاسلوب او هذه الطريقه. فدي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان انا بقض اتعامل مع الشخصيه فكره ان في حاجات جدا المفروض انها تتعمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى وده الاهم فكره الكسل. فكره الكسل بتيجي ان انا واحد وصلت الاهداف والحمد لله وصلت لها وابتدي يبقى في حاله من التخطيط. لا، لازم دايما يبقى عندي دايما اهداف متواصله، يعني كل ما واحد بيوصل لهدف دايما بيدور على الهدف اللي بعديه، علشان الكسل هيؤدي للتراخي هيؤدي للفشل. هي سلسله، فبالتالي مش عايز اوصل في هذه المرحله. لكن انا بس علشان ان انا افضل الطموح والكسل ما ينفعش يجيبوا مع بعض. الكسل بدايه للفشل، فاحنا مش عايزين نوصل ده. ممكن عشان انت وصلت نفسك فيه فبطبيعه الحال بتحصل حاله اسمها حاله تراخي، ده وارد وطبيعي. فلا، لازم ان انا يعني زي ما بيقولوا كده اسخن نفسي واسخن عقلي علشان اقدر ان انا اوصل احط اهداف تانية واهداف اكبر واعلى علشان اكمل بشكل كبير جدا. تمام، هكون جاوبت على سؤالك يا نهله. هرجع بس لسؤال الهبه عشان ما يبعدش. تعدد الاعمال ممكن يكون يؤدي للضغط؟ اكيد يا هبه، ما ينفعش ان الواحد يعمل اعمال، ولكن هنا بقى فكره التايم مانجمنت او اداره الوقت. لو انا بعرف انظم وقتي بشكل كويس وبعرف ان انا ارتب الاعمال دي بشكل ايجابي يا هبه مش هيبقى عندي ضغوط. لكن لو انا عندي مشكله ان انا عندي كميه كبيره جدا من العمل في وقت ضيق جدا، ده بيمثل على ضغط كبير جدا. فهنا الفكره ان انا زي ما بيقولوا كده ايه انظم وقت، تنظيم الوقت هيقلل بشكل كبير جدا من الضغوط. نياده، ما هي خطوات تقابل مواقف الحياه بصدد الواحد وتعافي من المصدر ايا كان؟ ان انا اقتنع بما قدمه الله، يعني ربنا اداهولي، وده اللي احنا اتكلمنا عليها مع ياده في اول نقطه. يمكن انت ما كنتش معانا في الاول. فكره ان انا يبقى عندي حاله من الرضا وان انا اتقبل الواقع، ولكن ابتدي افكر في المستقبل. الماضي مش هقدر اغيره، لكن اقدر اتحكم في المستقبل. اميره بتقول فور مي اي ام ستودنت اند اي كان تراست ان ماي سيلف. دي اكبر مشكله يا اميره، يمكن محتاجه كبير جدا، عدم الثقه بنفسي مشكله كبيره جدا، لكن عشان احل هذه المشكله بمنتهى البساطه يا اميره اعرف قدراتي بشكل كبير جدا. ده اللي احنا قلنا عليه، ان انا لازم استكشف شخصيتي اكتر، لان لما هستكشف هكتشف في حاجات كويسه جدا جوايا انا ما اعرفش عنها اي شيء. الكسل عشان اواجهه لازم يكون في حماس، لازم يكون في هدف قوي، هو ده الاكتر حاجه هتواجه الكسل يا نهله. مروه وياسمين الاثنين عصبيين. العصبيه محتاجه الهدوء، العصبيه محتاجه التركيز، العصبيه ان انا اعطي لكل يعني كل حاجه حجمها، ادي اشغل مخي شويه، لان مشكله العصبيه انها دايما انفعالي، دايما مشاعري هي اللي بتتحرك، دايما حركتي هي او جسمي هو اللي بيتحرك. لكن لو انا اديت فرصه لعقلي ان هو اللي يفكر الاول قبل ما ياخد القرار او قبل ما اتحرك، هو ده اللي هيوصلني لنفسي فيه. نفس الكلام فاطمه عندها مشكله الثقه بالنفس. هنرجع تاني يا فاطمه، احنا اول حاجه قبل ما اقول انا ثقه النفس ضعيفه لازم اعرف ايه هي قدراتي. هل انا عارف كل قدراتي؟ اكيد لا. تبتدي من هذه المرحله ان اكتشف قدراتي بشكل كبير. لا اوكي ماشي ماشي يا فاطمه. طب انا كده قلت على السؤال. نكمل نكمل، انا عارف ان كان في اسئله بس هنكمل، وبعد كده هندي برضك كده الاسئله اعذروني لو عشان بس الوقت برضك. طب كل الاسئله
ليها علاقه خارج الموضوع شويه هنخليها للاخر. تمام؟ وهيسال جوه الموضوع عادي مفيش مشكله، هنسال مش اي مشكله خالص. اوكي؟ اللهم تقبل منا ومن كل اجيال. طيب هنتكلم بعد كده على وسائل تخطيط الجسم. انا شخص بشتغل وبروح وباجي وعندي اكتر من حاجه بعملها في حياتي، وبالتالي باجي على حساب جسمي او على حساب جسدي، اللي هو بالبلدي كده ما بريحش جسمي. وبالتالي دي مشكله كبيره جدا، يعني مشكله الى اقصى درجه. ليه؟ لان دوت هيؤدي ان انا ما باخدش راحتي، فبالتالي جسمي بينهار بتعب، وبالتالي ده هيعود عليا بالسلب، ان انا مش هعرف امارس حياتي بشكل طبيعي. وبالتالي اول حاجه هعملها ان انا لازم ازل الضغط، وهنتكلم عليها بالتفصيل. الحاجه الثانيه ان انا اتطوع. يعني ايه اتطوع؟ يعني انا اخلي حياتي يعني فيها جزء من التطوع، ان انا اشتغل في عمل تطوعي، او اخلي الوقت بدل ما انا باجهد نفسي باشياء سواء بقى جسديه او اشياء معنويه. تمام؟ لا لا ان انا تبقى في جانب فيها نوع من الروحانيه شويه، او ان انا بعمل حاجه من غير مقابل، فده بيبقى ليه يعني تصور شخصي جيد. في برضك طريقه من وسائل تخفيف ضغط الجسم، بعمل حاجه اسمها ملاكمه الظل. يعني ايه ملاكمه الظل يا شباب؟ اللي هي فكره ان انا اخد وضع الملاكم لما اكون مثلا في حاله من حاله من الاجهاد الجسدي، ببتدي اعمل حركات كاني مثلا بلعب ملاكمه بس مع الهواء، مجرد بس ان انا باخد وضعيه الملاكم واضرب في الهواء مثلا. ده بيطلع الضغط العصبي لجسمنا، فدي طريقه من طرق تخفيف ضغط الجسد. دي كلها حاجات كويسه. في هقولها كمان شويه منها، ولكن دي طبيعي لما اكون عندي حاجه ضغط الجسدي، ان انا فكره ان انا بحرك ايديا، بتحرك برجليا، بعمل حاله من النشاط الجسدي شويه، بنسميها ملاكمه الظل. لكن في طريقه اللي هي ممارسه التمرينات، ان انا العب رياضه، وده اساسي، لان لما بمارس رياضه انا كده بزود اللياقه البدنيه، لان يعني برضك احد مشاكلنا عموما ان الواحد بيبقى مش لياقه بدنيه جيده، وبالتالي مجرد بس ما هو بيتعرض تحت ضغوط جسديه معينه بينهار، بيجيله كرامبات بقى، بيجيله جسمه بيتعب بسرعه، وده نتيجه ان يا اما مفيش لياقه بدنيه جيده، يا اما اساسا ان انا ما عنديش توازن في حياتي، وبالتالي ده مشكله كبيره جدا. فممارسه الرياضه شيء مهم جدا. برضك تناول الطعام بشكل جيد ده شيء مهم برضك، وهنتكلم عن الطعام بشكل كبير جدا كمان شويه. فاطمه تقول انا بفضل بفضل رايحه جايه في الاوضه، وما اقدرش اوقف نفسي من عندها في حاله الضغط عليا. دي طريقه يعني من طرق تقليل الضغط، ان انت بتطلعي طاقه الغضب اللي جواكي في ان انت بتروحي وبتيجي، فده باي تايم او بالوقت كده بيبتدي الضغط اللي عليكي بيقل. فدي وسيله جيده يا فاطمه ان انت بتقللي بيها الضغط، ودي طريقه جيده. يعني هي مماثله شويه لفكره ملاكمه الظل، او انت بتمارسي التمرينات. هنا كانك بتمارسي رياضه المشي بس في نطاق ضيق. طيب برضك زي التطوع ان انا اشترك في جماعه دعم، زي ما كده ان انا اشترك في جمعيه، اشترك في نشاط، كل ان انا بشترك في نشاط جماعي، ده برضك بيقلل من ضغط الجسدي علينا. اتوقف عن التدخين لو انا مدخن، طبعا معروف ان التدخين بيضر الصحه بشكل كبير جدا، فيجب ان اتوقف تماما عن التدخين. طب ايه بقى فكره ان انا ازيد الضغط؟
في مبادئ اساسيه عشان ازيل الضغط عليا. اول حاجه لازم تبقى عارف ان انت مش بمزاجك، يعني انت محتاج ان انت تزيل الضغط اللي عليك. فانت محتاج تعمل ده. دي حاجه. حاجه ثانيه لازم تكون محدد حيال ما استفعله وما استفعله، يعني ان انت تكون عارف انت عايز تعمل ايه وامتى. يعني انت عايز تمارس رياضه، يبقى انت خلاص قررت ان انت هتعمل رياضه. طب هتعملها امتى؟ هل هتعملها ما بين الشغل ولا قبل ما تروح ولا بعد ما تروح؟ هتعملها امتى؟ فلازم يكون محدد. لازم يبقى عندك خيارات متعدده، لانك مثلا لو لعبت رياضه وبرضك حاسس ان انت لسه لياقتك بدنيه قليله، طب مارست نشاط رياضي او ثقافي وبرضك حاسس ان انت تكد بسرعه، فلازم تدي نفسك خيارات متعدده بحيث لو في اختيار فشل يبقى في اختيار تاني. لازم يكون عندك تنويع في الانشطه والاساليب من وقت لاخر دايما، لان الروتين في حد ذاته اكبر خطر او اكبر ضغط انت بتمارسه على نفسك. فلازم يكون في نوع من التنوع في حياتك، فده هيقصر الرتابه وبالتالي هيقصر الضغوط اللي بتمارس عليك. برضك لازم تكون تعرف كل حاجه هتخسرك كام من الوقت عشان تقدر تحط خطه واضحه وصريحه تقدر عن طريقها ان انت تنظم حياتك وتنظم وقتك. ما ينفعش ان انت عشان تزيل الضغط تبذل جهد كبير جدا يخليك تبقى مضغوط اكتر. يعني ايه؟ يعني انا عندي ضغط جسدي نتيجه ان انا كل اللي بعمله انا بشتغل بس، وبالتالي كل تركيزي الذهني والبدني على الشغل. ما ينفعش اقول بقى ايه؟ لا المفروض بقى ان انا العب رياضه وفي نفس اليوم امارس نشاط وفي نفس الوقت اروح على تطوعي، وبالتالي هلاقي جسمي انهار نتيجه ان انا عملت ضغوط كبيره او مجهود كبير جدا عشان اقلل ضغط من حاجه واحده. فده غلط. لا، لازم ان انا احط جدول، احط نظام، امتى العب رياضه، امتى اتمشى، امتى اكل، امتى اشتغل. فده هيقلل من الضغوط الجسديه. وتبين موقفا يقول انك صحيح ان تجد نفسك من وقت اخر، يعني زي فكره ايه؟ ان لبدنك عليك حق، ان انت امتى تستريح، امتى تبذل مجهود، امتى تشتغل، امتى تلعب رياضه، فده شيء مهم جدا. لو انت قدرت انك توصل لهذه المرحله هتبقى عندك حاله من الراحه الجسديه والفكريه. هي بتسال هل العمل 12 ساعه مبالغ فيه؟ طبعا مبالغ فيه. الانسان الطبيعي يشتغل 8 ساعات، يعني الطبيعي ان انا اشتغل 8 ساعات في اليوم. مقبول ان اشتغل لحد 10 ساعات. بالظبط. المقبول يعني الماكسيموم زي ما بيقولوا كده 10 ساعات. لو انا زودت ساعه عمل عن ال 10 ساعات دول فانا بقلل من الكواليتي او الكفاءه بتاعتي بعد كده. يعني لو انت بتتخيل ان انت بتشتغل 12 ساعه في اليوم فده شيء كويس؟ لا طبعا، لان كفاءه العمل في ال 12 ساعه لا تقارن ان انا اشتغل 8 ساعات. ولو انا اشتغلت 12 ساعه يوم او يومين ده هياثر على كفاءه العمل على الايام اللي بعد كده، وبالتالي الكفاءه هتقل. عدد ساعات بتزيد لكن كفاءتك كشخص بتقل، أداءك بيقل، فدي مش شطارة. فبالتالي يعني مش مفروض ومش مطلوب يا هبة ان احنا نشتغل 12 ساعة في اليوم، لان ده بيقلل بشكل كبير جدا من كفاءتنا المهنية وكفاءتنا الشخصية. برضك يا هبه لا، 6 ساعات في حاجه و6 ساعات حاجه، برضك في الاخر 18 ساعه ممكن يقلوا عن كده شويه. يمكن البحث العلمي ياخد ساعتين وده ممكن، او ان انا استغل الوقت بحيث ان انا ما يبقاش عندي مشكله كبيره، لان بعد كده هتلاقي نفسك بدات تفصلي، فده مش مطلوب.
باقي الوسائل اللي بتقلل الضغط الجسدي. سلام بودر بيقول على فكره العمل ان يعني ممكن نخلي الاعمال الروتينيه بعد 8 ساعات. العمليه حاجات كتابيه، حاجات بسيطه ممكن ما تاخدش وقت كبير، ممكن تتعامل في وقت اقل، لكن اهم حاجه اللي هو العمل اللي محتاج تركيز ومحتاج تفكير ومحتاج تدبر ممكن ال 8 ساعات. اميره بتقول لكن انا ستودنت، هي طالبه وبتدرس 7 ساعات في المدرسة وبعد كده لازم انها تراجع وما تبقاش مستعدة فور تمر لايك فور اورز. يعني الجملة في النص مش مفهومة شوية يا أميرة، يعني انت ما بتحبش تراجعي او انت لازم تراجعي كل ده؟ تمام. اوكي بص يا اميره، الوضع مختلف شويه في الدراسه لان انت عندك مدرسه وبعد في المدرسه ده يعني وقت اجباري عليكي مش وقت اختياري، لكن احنا بنتكلم هنا في المهنه عموما. لكن في المذاكره انت المفروض ما بتذاكريش اكتر من 3 ماكسيموم علشان تستوعبي ان انت بتذاكريه، وانك تذاكري بمعدل 45 دقيقة متواصلة وبعد كده تريحي ربع ساعة، وبتذاكري 45 دقيقة متواصلة وبعد كده تريحي ربع ساعة. لكن لو 5 ساعات متواصلة أو 4 ساعات متواصلة كمية الاستيعاب بتقل ما بتزيدش. لكن أنا ممكن أذاكر 45 دقيقة وأريح ربع ساعة، 45 دقيقة وأريح ربع ساعة، 45 دقيقة وأريح ربع ساعة، استفادتي هتبقى أعلى بكتير جدا لو أنا ذاكرت 4 ساعات متواصلين، حجم الاستفادة تبقى قليلة جدا. تمام؟ طيب هنكمل الوسائل. هنكمل الوسائل. يمكن اسلام برضه بيقول 9 ساعات مذاكرة، بس صدقني يا اسلام حجم الاستفادة من 9 ساعات صدقني ما بتبقاش بشكل كبير جدا، لأن العقل البشري بيستوعب بشكل متواصل بنسبة 45 دقيقة متواصلة. بعد كده بتبقى في بيحصل حاله من التداخل او عدم الاستفاده او الاستيعاب الكامل، وبالتالي بيبقى عندك بتذاكر 9 ساعات لكن الاستفاده ما بتبقاش بالشكل اللي انت متخيله. انت ممكن تذاكر 9 ساعات بس في فواصل لو ذاكرت ربع ساعه كل 45 دقيقه يبقى استفادتك اعلى بكتير. تفصل باي طريقه، تفصل ان انت تطلع بره الاوضه، تفصل انك تتمشى، تفصل انك تتفرج على التلفزيون، تفصل ان انت تاكل، تفصل ان انت تشرب. ده كلها وسيله للفصل. ربع ساعه نص ساعه بالكتير وترجع تاني تذاكر. استيعابك هيبقى افضل من انت تذاكر بشكل متواصل. زي ما قلت تغير قعدتك، تتحرك، تمشى، تعمل اي حاجه. تتفرج على التلفزيون مفيش مشكله لو هو في وقت الراحه، بس اهم حاجه ان انت يعني تحاول ان انت تواظب. تمام. عموما هو تنظيم وقت يعني بالذات المذاكره موضوع كبير، فده ممكن تصلي يعني وظيفه لينا اكتر من طريقه ممكن نستخدمها، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. يعني ده مش موضوعنا دلوقتي، هنكمل وبعد كده نتناقش الموضوع ده. بس انا بقول لكم القاعده الاساسيه 45 دقيقه ريح ربع ساعه، 45 دقيقه وتريح وهكذا. تمام. تنشيط الذاكره برضك خارج الموضوع، بس بسرعه بعض المشروبات، الفاكهه، الخضروات، دي حاجات بتساعد على تنشيط الذاكره. وسائل تخفيف الجسم ضغط الجسم ان انا اكتشف الصحه، صحة روحية اللي هي بالصلاة، بقراءة القرآن، دي اسمها صحة روحية. إن أنت بتطور الطاقة الروحية اللي جواك، بتبقى عندك حالة من الراحة الجسدية الروحية، ده شيء مهم جدا. اعتني بأقدامك التي تؤلمك، يعني إيه؟ إنك تريح جسمك زي ما قلنا كده، وراحة الجسد تبتدي من القدم. يعني إيه بالقدم؟ إن أنت تقلل الضغوط، إنك بقى انك تسترخي، ان انت تعمل تاخد حمام دافئ، انك تحط رجليك
بميه دافيه، كل دي وسيله انها بتقلل الضغوط الجسديه. اتعلم بقى يعني ايه اتعلم ان انت تلعب رياضه، لان الدهون بحد ذاتها بتاثر بشكل كبير جدا على حياتنا وعلى صحتنا، فلازم انك تحرق الدهون. تحرق الدهون بايه؟ ان انت تلعب رياضه، ان انت تاكل اكل صحي، ان انت تبعد عن الاكل اللي فيه كوليسترول عالي، فده شيء مطلوب جدا ومهم جدا، فلازم تبقى دايما عندك ثقافه الاكل الصحي. برضك ممكن انك تشتري عطر بيرفع مناعتك، في ناس بتحب بعض البرفيومز المعينه لما بيشم الريحه دي يعني بينتعش، فدي حاجه كويسه. ممكن انك تجري تدريبات عقليه، سواء انك تلعب لعبه تمام، هي الفكره تمام ده هو اي عطر انت بتستريح له نفسيا او بتحبه، او يعني مش لازم تكون انت خبير بالعطور، انت روح لاي بتاع بيرفيومز وقول له انا عايز تجرب اكتر من عاده وشوف ايه اكتر حاجات بتبقى يبسطك او يريحك نفسيا وتستخدمه، مفيش اي مشكله. تقدر تدريب عقلي زي ما قلنا كده، ان احنا زي ما بنقولوا ان انت تلعب رياضه ذهنيه، شطرنج، تلعب العاب ذهنيه زي السودوكو، اي تدريب عقلي ده هيبقى شيء كويس وهيقلل الضغط اللي واقع على جسدك. الانسان بيضيف على فكره التركيز، لازم تقتنع كل حواس الانسان ليتتم لها عمليه التركيز، ده اكيد طبعا يا مصطفى. او فاضي بيقول ان هو بيحب الشطرنج، اي تدريب عقلي مش مشكله تخسر، لكن ده شيء جيد ان هو بيعمل لك حاله من التدريب الذهني. احتضن شجرة، فكرة ان انت زمان كنا احنا صغيرين، فكرة ان في المدرسة ان انت تزرع حاجة او تعتني بنبات، فكرة كويسة جدا، فكرة جيدة جدا، لان انت بتجيلك يعني هواية جيدة، فده شيء كويس. فكرة الاسترخاء، انت تريد الاسترخاء، ده شيء مهم جدا، هنتكلم على الاسترخاء بشكل تفصيلي اكتر، وان انت تحصل على قسم. المفروض الانسان بينام 8 ساعات في اليوم، ما ينفعش الانسان ينام اكتر من كده ولا اقل من كده، يعني الطبيعي من 7-8 ساعات في اليوم. هنقول دلوقتي على ازاي بتعمل صح يا اسلام، على لو انت بتسال على الاسترخاء. اهم حاجه في النوم، 8 ساعات، من 7-8 ساعات، مش اقل من كده ومش اكتر من كده، اقل من كده بيعمل اجهاد، اكتر من كده بيعمل حاله من الكسل، وبالتالي المفروض الواحد يتساب ساعه متواصلين جاهد مش متقطعين. امنح نفسك التقدير عندما تستحقه، يعني لما تعمل حاجه كويسه لازم ان انت تقدر نفسك، سواء ان انت بتجيب حاجه انت بتحبها، اكله بتحبها، مشروب بتحبه، خروجه انت بتفضلها، فده شيء مطلوب. مروه بتسال على التدريب العقلي، التدريب العقلي بمنتهى البساطه يا مروه، اي ذهنيه، شطرنج، تلعبي سودوكو، اي رياضه فيها تشغيل تفكير او عقل، ده هو التدريب العقلي. كلمات متقطعه، يعني اي شيء فيه حاله من ان انا اشغل عقلي وتفكيري، فده بحد ذاته تدريب عقلي. وبرضك وسائل تخفيف ضغط الجسم، ان انا اغير العادات الحركيه المتكرره. دايما فينا شخصيات بيبقى عندها حركه جسديه معينه. زي ايه؟ ان يفضل يفرك ايديه، او دايما ياكل ضوافره، دايما بيتحرك حركات عصبيه، دايما بيحط قلم في بقه، فدي كلها حركات يعني حركات عصبيه بتوتر اكتر، بتعصب اكتر، وبالتالي لازم ان انت تغيرها، لازم ان انت تقللها، لازم انك تركز انت بتعمل ايه علشان ما تقعش فيه. برضه فكره انك تعزز ذاتك، تقديرك لنفسك ده شيء مهم جدا.
ما ينفعش انك تقلل من قيمتك، ما ينفعش انك تقلل من قدراتك، ما ينفعش ان انت تقلل من شخصيتك، فلازم انك تعزز من ذاتك، تعزز من قدراتك، ده شيء مهم جدا. وزي ما احنا قلنا كده تعزيز الذات هتيجي ان انا اكتشف نفسي بشكل كبير، اعرف ايه الكويس اللي في شخصيتي، ايه الوحش اللي في شخصيتي، عشان الحاجات الكويسه انميها واطورها، والحاجات اللي مش كويسه ابتدي احاول ان انا اتغلب عليها وان انا احاول اقلل منها. اختار السعاده، اختار السعاده، ادور على الحاجه اللي تبسطني بشكل حقيقي وبشكل فعلي واسعى فيها. لكن ما ينفعش ان يبقى دايما كل اختياراتي اختيارات سلبيه. ما ينفعش كل ما اختار الحاجه اللي تتعسني او الحاجه اللي تضايقني. لازم اختار الحاجه اللي تبسطني، لازم اختار الحاجه اللي تخليني مبسوط، سواء اختيار صديق او اختيار دراسه او اختيار هوايه او اختيار رفيق حياه. اختياراتك هي اختيارات الهدف الاساسي من اي اختيار انت تختاره، هو اختيار يجلب لك السعاده. لكن لو اختياراتك بتؤدي الى التعاسه فالاحسن انك ما تختارهاش. فلازم ان انت تراجع اختياراتك وتدور على الاختيار الذي يؤدي الى السعاده. لازم يبقى عندك ثقه في نفسك وان انت تقدر تعمل الحاجه. ثق بانك تستطيع. لازم يكون عندي ثقه بنفسي، ثقه بقدراتي اللي انا اكتشفتها او اللي انا عارفها كويس عن نفسي، وعارف امكانياتي بشكل كبير جدا، هقدر اقول ان انا اثق في ذاتي. هقدر ان انا اقول ان انا اثق في امكانياتي بشكل كبير. ايناس بتقول طبعا مع درسكم بعد اذنك هل في وسيله ليصبح شخص اكثر شجاعه ويستطيع مرات ومخاوفه؟ طبيعي يا ايناس، بمنتهى البساطه لو انا شخص عارف قدراتي بشكل كبير جدا هيبقى عندي ثقه، ولو عندي ثقه هيبقى عندي شجاعه. هو ده التسلسل الطبيعي للاحداث. لكن هو امتى الانسان بيبقى خايف؟ امتى الانسان بيبقى عنده حاله من تجنب المواجهه؟ ان هو دايما عنده حاله من عدم الثقه، حاله من الخوف. قد يكون خوف بناء على واقع هو عايشه، يكون خوف بناء على مخاوف داخليه او يعني زي ما بيسموها بالانجلش فوبيا، خوف مرضي ملوش واقع. طب علشان اعرف ده اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه ان انا اعرف، يعني اعرف مقدار نفسي، اعرف ايه قدراتي، ايه امكانياتي، وهل كل امكانياتي انا بستخدمها ولا لا؟ وارد يكون عندي امكانيات لكن انا ما بستغلهاش خالص، او انا ما اعرفش عنها خالص. وبالتالي ده شيء مهم جدا. ثقتي بنفسي رقم واحد، هيبقى عندي الشجاعه بعد كده، يبقى عندي القدره على مواجهه اي مخاوف. هنا بتقول ازاي اعرف ما بين الثقه والكبر؟ الخيط مش رفيع خالص يا هبه، دايما الانسان بيثق فيما يملك. الكبر ياتي فيما لا نملك. يعني انا اكون واثق ان انا انسان ناجح، طالما انا ناجح ده ثقه. لكن هو ان انا اتباهى وان انا زي ما بقول كده بعمل زي الطاووس، كائن طاووسي عمال اتكبر واستعلي على الناس. فلا، الثقه ان انا اولا واثق في قدراتي، واثق في امكانياتي، بس غلاء بشكل ايجابي. الكبر دايما بيبقى دايما في الاتجاه السلبي، اللي هو دايما شايف نفسي احسن من الناس، دايما شايف نفسي الافضل والاعظم يعني غلط. فده يعني مثال خطا يمكن طارق يقول القرعه بتديها بشعر اختها، احد الامثال الشعبيه كده. نوع من الكبر اللي هو ايه؟ ان انا ممكن ما يكونش عندي حاجه بس عمال اتقبل، انا ما عنديش امكانيات بس عمال استعلي على الناس. فدي كلها اخطاء بنقع فيها، اخطاء بنقع فيها. ففي فارق كبير جدا بين الثقه بالنفس المبنيه على اساس، على واقع، على وضع افضل واحسن، من الكبر اللي هو دايما بيؤدي بينا الى ان الناس تبعد عنا، اللي بيؤدي بينا ان احنا بنخسر، بيؤدي بينا ان احنا بيبقى في فجوه كبيره جدا 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 ما بيننا وبين الناس.
أسامة بيقول أهم شيء حاجز الخوف في أي شيء، وبالتالي عندما يستطيع الفرد أن يمضي للأمام وحقق النجاح فليس الفشل هو أن أفشل، ولكن الفشل هو الاستسلام للفشل دون محاولة جادة نحو النجاح. كلام رائع جدا يا أسامة طبعا. هدى عايزه تقول فرحي بنجاحي ورغبتي ان اعرف الناس اعرف الناس النجاح ده كبر ولا لا. اكيد مش كبر خالص، انا مبسوط ان انا نجحت وان انا عايز اعرف الناس ان انا نجحت، فده شيء مش وحش مش عيب، ان انا بالعكس ده نوع من ان انا يعني بعوصل النجاح، لكن زي ما انا كده في الحدود الجيده، ما ينفعش ان انا اتباهى بالنجاح لدرجة ان انا اقف على انا فيه، انا خلاص نجحت والحمد لله، لا برضه نجحت في هذه المرحله وبطور نفسي عشان انجح في المرحله اللي بعديها. هو ده الفكره في ان انا اكون فرحان بنجاحي وسعيد بنجاحي وبعرف الناس ان انا نجحت، ده مش كدعم ان انا اكمل زي ما الاسلام بيقول. يعني طالب بيقول بقى حكمة للشيخ شعر الله يرحمه لما قال ان لم تجد لك حاقدا فاعلم انك انسان فاشل. تمام، الله يكرمك يا هبه. طيب النقطة اللي بعد كده تتصرف كأنك في السن الذي تريد بها. يعني ايه تصرف؟ يعني في ناس تلاقي شباب لسه في اوائل العشرينات وبيجر رجليهم، مش قادرين يمشوا، مش قادرين يتحركوا، عندهم حالة من الشيخوخة الذهنية والجسدية. ليه؟ لان هم خلاص من الكسل، من الفشل، من الاحباط، من السلبيه، اصبحوا كالناس العواجيز اللي مروا بتجارب فاشله كبيره. وعلى النقيض تلاقي ناس تجاوزت ال 40 وال 50 وال 60 وال 70 سنه ومنتهى الصحه ومنتهى النشاط ومنتهى التفاؤل ومنتهى الاشراق. هنا فكرة عقلية بحتة، إن الشخص اللي هو عايز فعلا يعيش مرحلة الشباب أيا كان عمره هو الإنسان اللي بيتصرف إن هو عايز يعيش سن الشباب، إن هو سن التفاؤل والحركة والحراك وإن هو متفائل وإن هو عنده الرغبة للعطاء، هو ده السن الحقيقي للشاب، مش إن أنا أبقى كهل في سن شاب. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، لازم تتصرف في السن انت عايزه. اكيد كل واحد فينا نفسه دايما يكون شباب، وبالتالي من هنا لازم تبقى حركتك سريعه، حركتك متفائله، حركتك ايجابيه، هو ده المطلوب. كده احنا اتكلمنا على ان انا ازاي اقلل الضغوط. حد عنده اسئله في هذا الوصف؟ في اسئله في هذا الجزء، الجزء اللي فات نسيها منا؟ نسيها يا ناس. طيب ازاي بقى اتخلص من ده؟ انا بقى عرفت انا ازاي اقلل الضغوط بالعادات بالافكار بالسلوكيات اللي احنا قلناها. طب ازاي بقى اتخلص من هذا الضغط؟ انجلانيا بتقول انها عندها 18 سنه وانها بتتمنى انها تكون انها تكون محبوبه او انها تكون يعني تكون كده في كل حاجه، يعني انها تفضل 18 سنه طول حياتها، مظبوط كده يا اميره؟ ودي سهله، لو انا راوند كده دايما ايجابي، دايما حيوي، دايما عندي طاقه، دايما عندي طاقه ايجابيه، هفضل طول عمري كده، هفضل طول عمري ملامحي وتعبيرات وشي وحياتي بشكل كبير جدا لهذا المرحله. لكن بقى لو انا فرقت نفسي للحياه بمشاكلها بهمومها بسلبها باحزانها هعجز
قبل اوان، ده اللي احنا بنتكلم فيه. اوكي يا اميره؟ طيب ازاي اتخلص من الضغوط؟ اول حاجه الاسترخاء، هنتكلم عليه بالتفصيل. عادات الاكل، الاكل واحد الوسائل للتخلص من الضغط. النشاط البدني احد الوسائل للتخلص من الضغط. اداره الوقت احد الوسائل للتخلص من الضغط. وتجنب الانهاك احد الوسائل لتجنب او التخلص من الضغط. الاسترخاء، هتلاقوا في كتب كتيره جدا في الاسترخاء، يعني هتلاقوا كتب ومقالات وحاجات كتيره جدا من الاسترخاء. طبعا هنا مش هقول لكم بعض التكنيكات، يعني انا هحاول بس اقول لكم بعض الاساليب البسيطه اللي احنا ممكن نطبقها بمنتهى البساطه. بس مره هنسال نفس السؤال، يمكن الاسترخاء عشان توصل للاسترخاء لازم تكون بتتنفس صح الاول. طيب اتنفس صح الاول، دايما كده جرب حط ايد على صدرك وايد على بطنك وتشوف انت انهي ايد اللي بتعلى اكتر. يعني مده 30 ثانيه كده نام او اقف باي وقت تقدر تعملها، وحط ايدك على صدرك وحط ايد الثانيه على بطنك، شوف انهي ايد من الاثنين اللي بتعلى. لو انت ايدك اللي فوق صدرك ان انت بتتنفس غلط، وان انت ما بتستخدمش ابسط طريقه للتخلص من الضغط او اداره الضغط. لان معنى كده ان انت بتتنفس تنفس سطحي، لان التنفس الطبيعي لازم تنفس عميق، والتنفس العميق بيخلي النفس يوصل لحد البطن. تعملوا لنفسكم كده الاكسرسايز ده، الاختبار ده، شوفوا انتوا بتتنفسوا بانهي طريقه. هل انت بتتنفس التنفس البطيء العميق المنتظم اللي بيسمع في بطنك، ولا انت بتتنفس التنفس السريع السطحي الغير منتظم اللي بيجي بس؟ ده سؤال مهم جدا. مظبوط، لو لغايه البطن مظبوط يا اسلام كده تمام جدا. تمام. For me no، يعني مش البطن ولا الصدر. حددي يا اميره. لا، لازم يكون في ايد بتعلى اكتر يا مره، يعني بصي ركزي، يعني ركزي اكتر. يعني لو انت في وضع نوم هتبقى اوضح، هتلاقي ان البطن بتعلى اكتر. لو البطن بتعلى اكتر يبقى ده تنفس سليم، ده تنفس صح. لو الصدر هو اللي بيعلى اكتر، لا، فانت كده بتتنفس بشكل سطحي. تمام؟ ايا كان، لو انت بتتنفس غلط يبقى لازم تصحح هذه الطريقه. طب ليه؟ لان كده ده الطريقه دي اولا بتزيد من حاله الاسترخاء، وده بيقوي وبيحسن من حاله الجهاز التنفسي، وبيزود من قدره الدم على حبل الاكسجين لجميع الجسم، وبالتالي هيهدي الاعصاب استخدام اساليب التنفس. فواحده من وسائل الاسترخاء ان انا اتنفس بشكل مظبوط. لو تنفست بشكل مظبوط فانا كده بحسن الجهاز التنفسي، بوصل الاكسجين لكل جسمي، بهدي اعصابي، وبالتالي بقدر استرخي بشكل طبيعي جدا. واضح؟ تمام. طيب اتخلص من الضغط للاسترخاء. لو انت اتعرضت لموقف ضايقك، موقف عصبك، شخصيه ضايقتك، وتظهر اي ضغط، موقف مثير للضغط بالنسبه لك، فانت ممكن تعمل التمرين ده لمده من 35 ل 45 ثانيه او ل 40 ثانيه. ازاي؟ اول حاجه ان انت تقف او تجلس على حسب الوضعيه. يعني انت لو كنت قاعد اقعد، وانت كنت واقف اقعد.
وتحاول ان انت تبعد ذهنك عن الموقف، يعني تحاول تنسى الموقف اللي انت اللي ضايقك او اللي عصبك، وتاخد نفس عميق لمده وتعد 3 عبات، وبعد كده تحتفظ بالتنفس ده 3 ثواني، وبعد كده تاخد زفير من الفم لمده 3 ثواني، وبعد كده توقف، ثم بعد كده ترجع تاني تعد 3 مرات، وبعد كده تكرر الموضوع ده 3 مرات، وبعد كده ترجع تاني لنشاطك عادي. دي طريقه من بعض الطرق، انتوا هتلاقوا طرق كتير جدا في موضوع الاسترخاء. يمكن دي اسرع طريقه، اللي هو بتاخد كل حاجه على 3 عبات. ان انت تاخد نفسك على 3 عبات، تحبسه على 3 عبات، وتطلعه على 3 عبات، وتكرر الموضوع ده 3 مرات. ده طريقه من الطرق اللي اولا هتخليك تبعد او تقلل بشكل كبير جدا من الضغط النفسي اللي انت فوت فيه. طيب علشان اعمل استرخاء في 4 عناصر مطلوبه. اول حاجه لازم يكون مكان هادي، يعني ما ينفعش ان انا عشان استرخي اروح اقعد في مكان فيه دوشه، في تلفزيون عالي، في كمبيوتر شغال على شكل عالي. دور على مكان هادي بتمارس فيه الاسترخاء. الحاجه الثانيه يكون وضع مريح، يعني لو انت بتستريح وانت نايم يبقى تنام، لو انت بتستريح وانت قاعد اقعد، لو انت بتستريح وانت مربع رجليك ربع رجليك. اهم حاجه يكون وضع مريح بالنسبه لك. ممكن تستخدم عباره او كلمه بتساعدك على التركيز، يعني مثلا تقول ان انا دلوقتي مسترخي، او ان انا حاسس ان انا مستريح دلوقتي، انا مبسوط دلوقتي، انا عقلي هادي. اي جمله بتساعدك على التركيز قولها بشكل متكرر. الموقف السلبي اسمح للتوتر بان يطرد جسدك بلا اي مجهود، يعني كونك ان انت استخدمت طريقه من طرق تقليل الضغوط او الاسترخاء ده هيخلي تركيزك وتفكيرك في الضغط نفسه هيقل، وبالتالي هيسمح ان الموقف السلبي دوت يبعد عن تفكيرك. في طريقه ثانيه من طرق الاسترخاء اللي هو مكان الاسترخاء العقلي. يعني ايه مكان الاسترخاء العقلي؟ ان انت بقى تختار مكان او وضع مريح بالنسبه لك، تغمض عينيك وتفكر في مكان هو بالنسبه لك بيمثل المكان المثالي للاسترخاء. يعني مثلا انت بتحب البحر، تتخيل شاطئ بحر، بتحب منظر الجبال، تتخيل انت قاعد، او بتحب الخضره، تتخيل حديقه، او اي مكان انت بتحب تتخيله، وتتخيل ان انت موجود في المكان ده بالفعل، وانك شايف كل الالوان، وبتسمع كل الاصوات، وبتشم كل الروائح اللي في المكان دوت. دي يعني فكره التخيل، انت هنا بتقوي جواك فكره التخيل، وبتربطه ذهنيا وفكريا وجسديا بشكل كبير جدا. هتلاقي ان فعلا عقلك وجسمك بدا ينتعش. خليك في الوضعيه دي لمده 15 دقائق، وبعد كده افتح عينيك ببطء وارجع تاني لحياتك ونظامك اللي انت كنت عايش فيه بشكل طبيعي. ده طريقه. في طريقه تانيه اللي هي التفكير اللي هو بتاع اسلوب الاسترخاء اللي هو الاسترخاء العضلي. ازاي ان انا بقدر اختار مكان مريح، ان انا اختار مكان مريح تمام كده، ان انا احاول استرخي، اقول لنفسي ان انا هسترخي تماما، ابتدي اركز في كل جزء من الجسم، وابتدي اعمل حاله من الشد، يعني ابتدي اشد عضله عضله من جسمي. بمعنى ايه؟ يعني ان انا اعمل
حاله من الشد والاسترخاء، شد ما اشد ما عضلات ايديا، يعني هو كده امسك قبضه ايديا اشد ايديا بشكل كبير جدا، وبعد كده ارخيها، اشد عضلات كتفي وارخيها، عضلات جسمي وارخيها، وهكذا ابتدي خطوه خطوه من فوق لتحت، اركز في جزء وبعد كده ارخيه، اركز في جزء وابتدي ارخيه، اتني ركبتي وبعد كده افردها، وهكذا اتني دراعي وابتدي افرده. ده علشان اطلع الطاقه السلبيه اللي في جسمي. عشان اطلع الطاقة السلبية الا اللي جوه ذهني. تمام؟ برضك تمرين تاني بس ده بياخد 3 دقايق. يمكن نفس الفكرة ان انا بقوم ببحث بعقلي بدور عن اي توتر، هل انا رجليا مش هي اللي فيها شد، هل منطقه الفرد منطقه الارباط، وابتدي اركز فيها علشان احرر التوتر اللي جواها. فكره ان انا اشد وارخي اشد وارخي، او اركز واطلع الضغط بشكل كبير جدا. ممكن استخدم موسيقى عشان استرخي، يعني في ناس بتحب موسيقى معينه تحب تسمعها، ده بيخليها انها تسترخي وتطلع بره المود، تتخيل المكان او الزمان او الشكل اللي هم نفسهم فيه. او ممكن اشغل موسيقى هاديه على الكمبيوتر او على اللاب او حتى الكاسيت، اي طريقه ممكنه. فدي كلها حاجات بتساعد على فكرة الاسترخاء. أو تولع شموع براحتك، أي يعني أي طريقة تساعدك مفيش أي مشكلة. أهم حاجة تبقى طريقة تساعدك تأهلك أو تساعدك نفسيًا على وضعية الاسترخاء. سماع القرآن طريقة جيدة جدًا برضك يا هبة. لأن مؤثر صوتي قوي برضك بيساعد على الاسترخاء. ايا كان بقى شوف ايه الطريقه اللي ممكن تعمل لك حاله من الهدوء والاستقرار والتخيل. ده شيء مهم جدا. تمام كده؟ النقطة الثانية من التخلص من الضغوط هو الأكل. التغذية الجيدة برضك أحد الوسائل اللي بتقلل الضغوط. لكن إحنا مشكلتنا إيه؟ إن إحنا دايماً بناكل أطعمة غلط. وبالتالي ده هيؤدي إلى مزيد من الضغوط. يعني مثلاً السكريات في حد ذاتها واحدة من الأغذية اللي بتساهم بشكل كبير جداً في إنها تزود الضغوط. عشان كده لازم ان انا ابتدي ببطء وبشكل تدريجي ان انا اغير عادات الاكل اللي انا اتعودت عليها بشكل كبير جدا. ولازم يكون في تنوع وتوازن واعتدال في تغييري لعادات اكل. طبعا لو سؤال ما يدا قله او زياده الفواكه، فقله لا سوري زيادة الفواكه طبعا هي اللي بتساعد على التفاعل. لكن لو انت بتتكلم على السكر، لا زيادة السكر بيؤدي الى الاكتئاب. او بيؤدي الى زيادة الضغوط، السكر والملح. بالظبط زيادة السكر، لان دوت زيادة السكر في الاكل ده بيؤدي الى افراز الانسولين، والانسولين بحد ذاته بيؤدي الى حاله من حالات الضغوط الذهنيه والنفسيه.
ده هو من التغذيه في المحاور كان هو البروتين. هتكلم بشكل واضح جدا دلوقتي يا محمد على كل حاجه. يعني الدهون والزيوت والسكريات لازم تستخدم بكميات قليله. يعني دايما خلي وجباتك كده عموما الدهون والزيوت والسكريات باقل كميه ممكنه. وتخلي الفواكه من 2 ل 4 مقادير في اليوم، المقدار الواحد بيمثل 114 جرام. يعني في اليوم المفروض ان انت تاخد من 200 تقريبا يعني ربع كيلو، من ربع كيلو ل من ربع كيلو لنص كيلو تقريبا فاكهه خلال اليوم. لو حليب او زبادي 2 ل 3 مقدار، يعني كوبايتين زبادي او كوبايه لبن وات ايفر. الخضروات مهمه جدا لانها فيها الياف ودي بتساعد على الهضم وبالتالي بتحسن بشكل كبير جدا من كفاءه الجسم، بقولك من 3 ل 5 مقادير. اللحوم والدواجن والاسماك والبقوليات اللي هو الفول والعدس واللوبيا، كل ما هو له علاقه بالبقوليات، والبيض والمكسرات ما تزيدش عن 2 ل 3 مقادير في اليوم. خضروات كل ما هو اخضر، يعني الخس، الجرجير، السبانخ، الملوخيه، كل ما هو اخضر ده خضروات. ورقيات بالظبط كده. بردك مفيش مشكله يا منى، هي خضره برضه، الكوسه خضره. فاصوليا خضره برضه، ما تلاقيش. 2 مقدار يعني سوري، الخضروات 2 لا من 3 ل 5 مقادير. يعني ايه؟ المقدار الواحد 114 جرام. يعني ايه 114 جرام؟ يعني ان انا هضرب الثلاثه في 114 جرام، يعني حوالي هيخش في حوالي 300 جرام. يعني هو طبق الكوسه او الطبق اللي احنا بناكله عادي، مفيش مشكله في ده. بس لازم يكون ده بشكل يومي، ان انا باكل خضروات بشكل يوميه. طب انا ما عملتش خضروات مطهيه يبقى اكلها اللي هي السلطه، لان لازم اكل طبق سلطه وهكذا. واضح؟ الخبز والحبوب والارز والمكرونه من 6 ل 11 مقدار. تمام كده؟ قلنا المقدار زي تاني، هقول المقدار هو عباره عن نص كوبايه 114 جرام. تمام كده يا شباب؟ طيب بعد كده قواعد عامه. الدهون لازم انقصها، يبقى الاكل ما يكونش فيه دهون كتير. الميه لازم ازودها، المفروض ان انا بشرب تقريبا من بعض الكتب بتقول 4 لتر في اليوم، في ناس بتقول 4 ازايز في اليوم او 6 ازايز في اليوم، على حسب. اهم حاجه الميه، يعني في ناس بتشرب لما بتعطش، لا المفروض انت بتشرب بشكل دوري. يعني المفروض الواحد بيشرب حتى لو هو مش عطشان. فالميه مهمه جدا جدا جدا. لازم ازود النشاط اللي هو الرياضه بحد ذاتها. وابسط انواع الرياضه هو المشي. لازم نتنقص الملح، لازم نتنقص السكر، لازم تزود الحبوب، الحبوب اللي هي البقوليات عموما، القمح، الذره، الفول، واي حاجه ليها علاقه هي حبوب. الفواكه بزودها، الفواكه بزودها، الخضروات بزودها، زي ما كده فكره السلطه مهمه جدا. تدخين بمتنع عنه بشكل كبير جدا، والكحوليات ممنوعه طبعا، والوزن طبعا لازم الوزن يبقى قليل، يعني مش قليل ان هو يبقى اندر ويت، لا يبقى ان انا لو وزن زياده لازم ان انا اقلله، لان زياده الوزن خطر كبير جدا. الكافيين، القهوه، الشاي، النسكافيه لازم اقلله.
الوجبات الخفيفه الصحيه لازم ازود منها. تمام؟ ده بشكل اجمالي الشرائط العامه للغذاء. واضح كده؟ الميه زياده عن اللزوم بتعمل تخمه وبتبقى صعب بعد كده ان الانسان يخس. الميه بالعكس، الميه بتخسس مش بتتخن. وانت بتتكلمي يا منى بهذا الشكل، الميه بالعكس، الميه اولا بتقلل الشهيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انها بتحافظ على الجسم. بالعكس اللي يزود هو الـ اكل النشويات، الرز، المكرونه، هي دي الحاجات اللي ممكن تزود الوزن، لكن الميه بحد ذاتها ما بتزودش. ما العكس تمام، الميه بتقلل الوزن. النقطه الثالثه، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الاكل، دي اول نقطه. تمام، سوري، تاني نقطة كانت الأكل. أول نقطة اتكلمنا عليها هي الاسترخاء. تالت نقطة هي النشاط البدني. النشاط البدني، جسمك عامل زي العربية، والعربية عشان تمشي لازم أنت تشغلها، وإنك لازم تمشي بيها على فترات زمنية منتظمة. دي قاعدة أساسية، عشان كده يقول لك إيه، ما ينفعش ما تسيب العربية فترة طويلة مش شغالة، كده العربية هتبوظ او موتور عربيه هيبوظ. نفس الفكره، جسمك عامل زي العربيه دي اللي لازم كل فتره تشغلها. تشغلها بايه؟ بالرياضه. لازم يكون عندك لياقه بدنيه جيده، ولازم اللياقه دي تيجي وانت طفل صغير، علشان تبقى جزء من نظام حياتك. طب انا مش متعود، يبقى ابتدي اتعود بشكل تدريجي، علشان انا عندي لياقه بدنيه جيده. لان التدريب البدني المنتظم ده بيحسن الصحه البدنيه عموما، بيحسن الحاله المزاجيه. ليه بيحسن الحاله المزاجيه؟ لان انت لما بتلعب رياضه، لما بتبذل مجهود، ده بيطلع حاجه اسمها الاندورفين. الاندورفين ده هرمون السعاده. لما بتطلع، لما انت بتمارس اي نشاط رياضي، ده بيزود، بيحسن الحاله المزاجيه، بيدي لك احساس بالسعاده، او حاله من حالات الساتسفاكشن، او هو بنسميها حاله من حاله الانتعاش. كمان بيحسن من القدرات الذهنيه الحد. لكن لو انت ما رضيتش ان انت تبقى لائق بدنيا، ده هياثر اكيد على قدراتك، سواء قدرات البدنيه او قدرات الذهنيه. كمان اللياقه البدنيه بتقلل طبعا احتماليه امراض كتيره جدا، زي الضغط وزياده الوزن والشعور بالملل والاكتئاب، وان انت يبقى عندك اللي هو والشيخوخه في سن مبكر، ونقص المرونه، المرونه الجسديه، وضعف العضلات والتوتر الذهني. لو انت عندك لياقه بدنيه عاليه مش هيحصل لك كل ده. دايما تدور على التدريبات اللي تحسن من عمل الجهاز الدوري والجهاز التنفسي، وتزود من قدره احتمالك. زي ايه؟ زي ركوب الدراجات. يعني لو انت بتعرف تركب عجل، اركب عجل. زي المشي، دي ارخص رياضه في الكون. زي الجري، زي السباحه، كل دي رياضات بتقوي من قوه الاحتمال. طب انا ما بمشيش خالص، او مش متعود ان انا اتمشى، فابتدي الاول تتمشى 10 دقائق في كل يومين لمده اسبوعين، وبعد كده تمشى 15 دقيقه كل يومين في الاسبوع التالي، وبعد كده تمشي 20 دقيقه 5 ل6 مرات في الاسبوع. تمام؟ لحد ما يبقى المشي بالنسبه لك عاده. فدايما لما تكون اول حاجه ما اول ما تعملها، دايما خدها بالتدريج. كمان انت ممكن تمارس التأمل وانت بتمشي.
فدي فرصه انك تريح معدل ضربات قلبك، انك تقلل من ضغط الدم العالي. ممكن بعد كل تمرين بقى ان انت تعمل تمارين اطاره، تشد عضلاتك وبعد كده ترفيها، او تتناول كاس من عصير فواكه وبعد كده تاخد شاور او حمام، وبالتالي هتبقى عندك حاله من التقدير العالي بالذات، التوتر هيقل بشكل كبير جدا، وهتحس ان انت عندك طاقه كبيره جدا جدا جدا. فلازم الرياضه تبقى جزء من حياتك، جزء من يومك. لكن ولازم تبقى عارف ايه النشاط اللي انت بتؤديه بشكل افضل، يعني لو انت عندك الفرصه ان انت تمارس السباحه فانت لازم تواظب عليها، لو انت عندك الفرصه ان انت تمارس رياضه المشي او الجري فواظب عليها، لو انت عندك الفرصه ان انت تواظب اي رياضه تؤدي انها تحسن من لياقتك البدنيه والذهنيه لازم انك تواظب عليها. وتدور على كل واحد على حسب ظروفه. ففي واحد عنده نادي ممكن يمارس فيه رياضه، في واحد عنده اماكن ترفيه عامه، حديقه عامه ممكن يمارس فيها رياضه. لكن ما تفكرش في اللياقه انها حاجه مفاجاه، يعني هو المفروض انك هتلعب رياضه خلال يومين وبعد كده ترجع تاني عادي بعد كده، لا. دي هتبقى بدايه لعاده انت هتكمل عليها. وبالتالي ابتدي ببطء تدريج عشان تصبح عاده عندك. خليها وسيله من وسائل المتعه، مش وسيله من وسائل التنافس. خليها وسيله من وسائل الاستمتاع، مش وسيله من وسائل الاجهاد، لان في ناس بتمارس الرياضه لدرجه الاجهاد، ان هو يبدا يلعب رياضه رياضه لحد ما يجهد، وده مش مطلوب، لا، انت بتمارس هذه الرياضه من هدف ان انت عايز تبقى مستمتع بيها، مبسوط بيها، وسيله من وسائل السعاده. النقطة اللي بعد كده هي إدارة الوقت. زمان كان بيقولوا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وبالتالي الوقت هو الأساس. ولو أنت عندك مشكلة في حياتك هتلاقي عندك مشكلة في الوقت. تمام يا إسلام، إسلام بيقول ده أهم حاجة فعلا، مظبوط. استغلالك لوقتك هيتضمن الاجابه على السؤال مهمين. وقتي بيروح فين؟ يعني اين اذهب كل الوقت؟ وكيف اريد ان استخدم وقتي؟ يعني انا عندي 24 ساعه في اليوم. يروحوا فين؟ يعني ال 24 ساعه دول بيروحوا فين؟ ده السؤال. اسلام بيقول احنا بنعاني ان احنا في مجتمع ما يحترمش الوقت. حتى لو انت عايش في مجتمع لا يحترمك، خليك انت البدايه يا اسلام، واحترم انت الوقت، لان ده هينعكس عليك انت، وبالتالي الناس لما ياخدوك مثال انت شخص ناجح ومنظم وناجح في حياتك هتبقى قدوه الناس هتقتدي بيها، ومن هنا الناس هتحترم الوقت. ده اللي احنا بنقوله دلوقتي يا ميادة، ما تلاقيش يا ميادة بتسأل على ايه ابسط طريقة لتنظيم الوقت واستغلاله. طيب اول حاجة عشان ابتدي اتحكم في وقتي لازم ان انا اخطط بشكل يومي. يعني ايه اخطط بشكل يومي؟ يبقى انا عارف ان كل يوم انا هعمل فيه ايه. في حاجة اسمها تو دو ليست، او اللي هي حاجات هعملها النهاردة. فلازم وانا بداية يوم كده احدد اولويات، النهارده انا هعمل واحد، بعد كده اثنين، بعد كده ثلاثة. طيب علشان بقى اوفر الوقت هعمل ايه؟ ده اللي احنا بنقوله دلوقتي. في بيتي مثلا انا عايز اوفر وقت عشان يبقى عندي وقت اديره. في البيت انا ممكن احتفظ بجدول مواعيد بجانب الهاتف، يعني انا لو انا عايز احدد مواعيد
تمام. يعني هنا بتسأل على سؤال، هو المفروض يكون محدود الوقت اللوز تايم اللي هو الوقت الضايع قد ايه؟ اكبر غلط يبقى ان يبقى في وقت ضايع، اكبر خطأ يعني، مش عايز اقول اكبر خطيئة، ولكن اكبر غلط مش هستنى وقت ضايع، انا لازم استغل كل وقت في حياتي. لكن مش معنى برضك عشان يبقى الكلام واضح، مش معنى انا هستغل كل وقت في حياتي ان كل وقتي هيبقى شغل، لا، كل وقت هيبقى ليه تقدير محدد. يعني حتى وقت الفراغ هستغله بشكل ايجابي، ان انا ممكن استغله في هوايه، ان انا بتعلم لغه، ان انا باخد كورس، ان انا بمارس رياضه، بقضي وقت مستغل، فده شيء مهم جدا. فبالتالي مش هبقى عندي وقت ضايع، لان اكبر غلط يكون عندي وقت ضايع. تمام؟ حتى يا اسلام لو احنا حوالينا افراد بتضيع لنا وقت، فخليهم يضيعوا اقل وقت ممكن، ميبقاش كل وقتنا ضايع. يعني لو واحد بيضيع مني ساعه او ساعتين في اليوم، ما اديلهوش الفرصه او الطريقه ان هو يضيع لي بقيه الوقت كله، ويبقى انا كده اصبحت مشارك معاه في ده. تمام؟ هي بتسأل لو عملت تخطيط لليوم مش هعرف اخطط ال 24 ساعة، ليه يا هبة؟ هنعمل حسبة بسيطة جدا، اليوم فيه 24 ساعة مظبوط؟ طيب بنام منهم 8 ساعات، يبقى لنا كام ساعة؟ حلو 16 ساعة، بشتغل 8 ساعات يبقى لي كام ساعة؟ 8 ساعات، 8 ساعات هقول هاخد هنقسمهم بالنص، 4 ساعات بتتضمنه اللي هي بنسميها الديلي لايف اكتيفيتي، اللي هي الأنشطة اليومية المعتادة، من أكل، من شرب، من صلاة، من كل حاجات زي كده، فهنقول إن في 4 ساعات. تمام. لو هنقول دلوقتي يا بابا ما تلاقيش، بس يعني بنقول الوضع الاسوء، ان انا عندي 8 ساعات، قلنا 4 ساعات هيضيعوا في الانشطه اليوميه بتوعي، هيفضل لي 4 ساعات. تمام، 4 ساعات هخلي في ساعتين. تمام، هخلي هقول في الاربع ساعات اللي فاضلين، هقول ان في 3 ساعات بيروحوا في اللي انتوا بتقولوه ده، اللي مع العيال واللي في الزحمه واللي في المواصلات، 3 ساعات بيضيعوا في حاجات من غير ما استغلها خالص. هيفضل لي ساعه في اليوم صح؟ انا بقول لكم اسوأ احتمال ممكن، ان انا عندي 8 ساعات نوم، 8 ساعات عمل، عندي 4 ساعات اعمال يومية او انشطة يومية، وثلاث ساعات ضايعين. تمام، بالظبط. ممكن يعني كمان بتقول ان انا في الوقت بتاع المواصلات او ممكن اذاكر، ممكن اقرا قران، اسمع قران، ده كله يعني ده فكره استغلال وقت. اهم حاجه اوصل ان في ساعه فضلت معايا،
فضلت ساعة، أنا عايز ساعة واحدة في اليوم. ساعة في اليوم، لو أنا عندي ساعة واحدة في اليوم، الله يرحمكم ويرحمكم الله. لو عندي ساعة واحدة في اليوم، يعني عندي 7 ساعات في الأسبوع. صح؟ عندي 7 ساعات في الأسبوع. أستغل ال7 ساعات في الأسبوع دول إن أنا أتعلم حاجة جديدة، أطور نفسي، أقرأ كتاب، أمارس هواية، أمارس رياضة، أعمل حاجة تسعدني. 7 ساعات هنسميه 7 ساعات سعادة. 7 ساعات سعادة. هنا احنا استخدمنا التصور الأسوأ، إن أنا وقتي ضيق جدا وحياتي صعبة جدا وما عنديش وقت خالص، وبالتالي بعمل كل ده. تمام؟ هيبقى عندها 6 ساعات فاضية. تمام؟ ده اللي احنا هنقوله دلوقتي، يعني هنقول دلوقتي الاقتراحات يا هبه اللي هتفيدنا في إدارة الوقت. اوكي؟ طيب. أول حاجة في البيت يبقى عندي أحتفظ بمواعيد، جدول مواعيد، سواء على الموبايل أو إن أنا يبقى عندي جدول مواعيد في ورقة، وأبقى دايماً حاطط مواعيدي كده، لازم أدي فترة للراحة بشكل كبير جداً. دايما احط الورق دوت في صناديل الملفات او البرج انا بحط فيه الورق بتاعي. لازم استخدم الوقت المخصص للاسره او مجموعه الاصدقاء ان احنا نفكر في حاجه مشتركه. يعني حاجه هوايه مشتركه، موضوع مشترك، فكره مشتركه. بنفكر في حلول لمشكله. بنبتكر وجبة أو طعام، هناكل إيه النهاردة أو هنعمل إيه؟ أو هنخطط لإجازة. أو هنعمل طرق جديدة عشان نعمل ميزانية النفقات، يعني إزاي هنوزع نفقات البيت، وإزاي هنوزع المصروف بتاع البيت، وإزاي هندير ميزانية البيت. من أكتر الحاجات اللي بتضيع وقتنا إن إحنا عندنا حاجات على المكتب، على في أوضتنا ملهاش أي لازمة. فبتبقى عندنا حاله من الاعاقه، سواء انها بتشغل تفكيرنا او بتشغل حيز المكان اللي احنا فيه. فاي حاجه انت بتستخدمها تتخلص منها طالما ملهاش اي لازمه. لو انا وقتي ضيق قوي ولا مفروض اني بعمل الاكل مثلا في البيت، فالاحسن انا اعمل وجبات واجهزها واشيلها مثلا في الفريزر، ولما في اليوم اللي انا عارف ان الدنيا فيه زحمه جدا مش هقدر اعمل اكل من اول وجديد، يبقى استغل الاكل اللي حاططه في الفريزر دوت واستخدمه بشكل عملي. وانا بحط خطط وبحط خطه ليا، لازم احط تدريب بيجدد الطاقه بالنسبه لي ولو مره واحده في الاسبوع. يعني ممكن اروح ساعه واحده في الاسبوع اروح الجيم، او ساعه واحده في الاسبوع او ساعه في الاسبوع العب رياضه. ده شيء مهم جدا. اتعلم انك تقول لا وانت عنيها. يعني لما يطلب مني حاجة انا ما اقدرش اعملها لازم اقول لا. لما يطلب مني حاجة وعندي شغل او عندي وقت ضيق جدا ومش هقدر اعمل حاجة ديت، بستأذن الشخص ان انا مش هقدر في الوقت الحالي ان انا اعمل حاجة دي لعدم كفاية الوقت. فلازم ان انا اقول لا لما ما اكونش قادر ان انا اعمل الحاجه دي. لو انا خايف ان انا اخسر اصحابي، انا ممكن اخسر اصحابي في لحظتها بس هكسب نفسي بعدين. لكن يعني زي ما بيقولوا كده، حاجه من الاثنين، يا اما ان بقى انت شخص منظم وعارف انك بتمشي ازاي ورايح فين وجاي منين، يا اما هتبقى عندك حاله من العشوائيه في حياتك ده عاكس عليك بالسلب. والقاعده الاساسيه بتقول لك ان الشخص الفاشل ينفر منه الناس تباعا. يعني لو انت انسان فشلت في حياتك هتلاقي الناس بتبعد عنك بالتدريج.
حتى لو كانوا اصحاب. والشخص الناجح الناس دايما بتقترب منه بالتدريج. فلو انت عايز شخص الناس دايما ملتفه حواليه فخليك شخص ناجح. وعشان تبقى شخص ناجح لازم تكون عارف تنظم وقتك بشكل كبير جدا. لو انت اجلت حاجات كتيرة وادى ده لتراكم الدنيا عندك يبقى عندك مشكلة. وطالما لو انت ما عندكش القدرة انك تعمل الحاجة او ما عندكش الوقت انك تعمل حاجة قول لا مش هيبقى مشكلة. لكن المشكلة ان انت تقول نعم وما تعملهاش او تقول نعم وتأثر على حاجات تانية مهمة. هي دي المشكلة الأكبر. تمام كده؟ لو انت هتعمل حاجة بكرة رايح شغلك بكرة دايما كده تكون مرتب ايه الحاجة. يعني برضه الانسان بيأكد ان لما بيقول نعم بتأثر على سير يومه وبالتالي دي مشكلة وبالتالي هينعكس عليك بالسلب. ده اللي هيقول ايه؟ ان انت تقول لا فهو مش قادر انك انت تعمل الحاجة دي. بالليل بقى لازم تكون مرتب انت هتلبس ايه تاني يوم. لو انت مثلا رايح الكليه او رايح مدرسه عارف ايه محضر الحاجه اللي انت هتستخدمها بكره علشان ما تضيعش وقتك بكره في اختيار اللبس او اختيار الحاجه اللي انت محتاجها تاني يوم. اتعلم ازاي ما تعملش حاجه عشان تهدي جسمك وعقلك. يعني ازاي تيجي عليك فتره كده تبقى قاعد في حاله استرخاء دون اي مجهود ذهني او بدني علشان تريح جسمك. تعلم اصحابك، تعلم اطفالك، تعلم اللي حواليك ان هم يحترموا الوقت الهادي اللي عندك وتشكرهم على ده. يعني تحترم تقول لهم يا جماعه انا محتاج ساعه اقعد مع نفسي، ساعه اريح اعصابي، ساعه انام. وتشكرهم ان هم اعطوك الساعه دي. ده هيبقى في حاله من الامتنان والتقدير في ان انت طلبت ده وان انت شكرتهم على ده. لو انت عندك بتدور على شغل اطلب من اصحابك ان هم يساعدوك في ده. مش عيب. بالعكس هيوطد من العلاقه بتاعتك بيهم اكتر. وهيقلل من الضغط عليك، لان لما الواحد بيدور لوحده غير لما مجموعه بتدور معاه. نفس الكلام لما انا اكون عندي اكتر من حاجه بعملها فممكن اطلب من اصحابي ان هم يعملوا لي الخدمه الفلانيه، فده هيقلل من الضغط عليا. يمكن هنا بتتكلم عن العمل الروتينيه زي الاكل والشرب واللبس والشاور، ينفع احطها في الجدول اليومي اثناء تخطيط اليوم؟ ده اكيد يا هبه. وده اللي احنا قلنا ان انا بحط مثلا 4 ساعات دول اعمال روتينيه يوميه. فبقول ان انا اما ال4 ساعات هعمل فيهم 1 2 3 4. بس يمكن افضل ان انا نخطط اكتر في الوقت اللي هو بيسموه الوقت الضائع. يعني خلي تخطيطك اكتر في وقت الضائع علشان بس ما تلخبطش نفسك. برضك لازم تكون حاطط وقت مناسب للاكل. لما بتنام زي ما جاد كده ان انا بنام 8 ساعات في اليوم هجم بدايد. لازم احط قائمه لاحتياجاتي اللي انا ممكن احصل عليها من نفس المول. يعني مثلا لو انا هشتري اكل او هشتري شرب او هشتري لبس وعندي مكان بيبيع كل الحاجات اللي انا ممكن اشتريها بدل ما افضل الف على اكتر من محل واكتر من مكان. طب ما انا عندي مثلا هايبر ماركت معروف اروح اشتري اكل مثلا الشهر او اكل الاسبوعين بدل ما افضل كل اسبوع بشتري اكل. لا انا ممكن اشتري اكل الشهر كله او اكل الاسبوع كله مره واحده. ده هيوفر في وقتي بشكل كبير. او ان انا برضك احصل على الكتالوج بتاع كل المتاجر الكبيره
تمام؟ وبالتالي هقدر بشكل كبير جدا ان انا ابقى عارف الاسعار، وبالتالي هتواصل بشكل كبير جدا واختار احسن سعر واقل سعر، وممكن اشتري عن طريق التليفون، وبالتالي اوفر وقت اكتر. برضك هقرا تفاصيل الطعام عشان اعرف هل الطعام ده الكالوريز بتاعته عاليه قليله مفيد ضار، فده شيء مهم جدا. لو انا بشتري من مكان، من سوبر ماركت، من هايبر ماركت، ممكن استخدم الاله الحاسبه اللي معايا عشان ابقى عارف الحساب، عشان لما اروح احاسب ادفع الفلوس على طول، بدل ما افضل اقعد اطلع الفلوس واعد الفلوس وبعد كده، فده تضييع. فممكن وانا في طريقي عارف هدفع كام بالظبط. يعني كمان بتقول ان انا في الوقت بتاع المواصلات انا ممكن اذاكر، ممكن اقرا قران، اسمع قران، ده كله يعني ده فكره استغلال وقت. اهم حاجه اوصل ان في ساعه فضلت معايا، فضلت ساعه، انا عايز ساعه واحده في اليوم، ساعه في اليوم. لو انا عندي ساعه واحده في اليوم، الله يرحمكم ويرحمكم الله، عندي ساعه واحده في اليوم، يعني عندي 7 ساعات في الاسبوع، صح؟ عندي 7 ساعات في الاسبوع. استغل ال7 ساعات في الاسبوع دول ان انا اتعلم حاجه جديده، اطور نفسي، اقرا كتاب، امارس هوايه، امارس رياضه، اعمل حاجه تسعدني. 7 ساعات هنسميهم 7 ساعات سعاده. 7 ساعات سعاده. هنا احنا استخدمنا التصور الاسوء، ان انا وقتي ضيق جدا وحياتي صعبه جدا وما عنديش وقت خالص، وبالتالي بعمل كل ده. تمام؟ هيبقى عندها 6 ساعات فاضي. تمام؟ ده اللي احنا هنقوله دلوقتي، هنقول دلوقتي الاقتراحات يا هبه اللي هتفيدنا في اداره الوقت. اوكي؟ طيب. اول حاجه في البيت يبقى عندي احتفظ بمواعيد، جدول مواعيد، طابع على الموبايل، او ان انا يبقى عندي جدول مواعيد في ورقه، وابقى دايما حاطط مواعيدي كده، لازم ادي فتره للراحه بشكل كبير جدا. دايما احط الورق دوت في 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 صناديل الملفات او لدرج انا بحط فيه الورق بتاعي. لازم استخدم الوقت المخصص للاسره او مجموعه الاصدقاء ان احنا نفكر في حاجه مشتركه. يعني حاجه هوايه مشتركه، موضوع مشترك، فكره مشتركه. بنفكر في حلول لمشكله. بنبتكر وجبه او طعام، هناكل ايه النهارده او هنعمل ايه، او هنخطط لاجازه، او هنعمل طرق جديده عشان نعمل ميزانيه النفقات. يعني ازاي هنوزع نفقات البيت، وازاي هنوزع المصروف بتاع البيت، وازاي هندير ميزانيه البيت. من اكتر الحاجات اللي بتضيع وقتنا ان احنا عندنا حاجات على المكتب، على في اوضتنا ملهاش اي لازمه، فبتبقى عندنا حاله من الاعاقه، سواء انها تشغل تفكيرنا او تشغل حيز المكان اللي احنا فيه. فاي حاجه انت بتستخدمها تتخلص منها طالما ملهاش اي لازمه. لو انا وقتي ضيق قوي ولا المفروض اني بعمل الاكل مثلا في البيت، فالاحسن انا اعمل وجبات واجهزها واشيلها مثلا في الفريزر، ولما في اليوم اللي انا عارف ان الدنيا فيه زحمه جدا مش هقدر اعمل اكل من اول وجديد، يبقى استغل الاكل اللي انا حاططه في الفريزر دوت واستخدمه بشكل عملي. وانا بحط خطط وبحط خطه ليا، لازم احط تدريب بيجدد الطاقه بالنسبه لي ولو مره واحده في الاسبوع. يعني ممكن اروح ساعه واحده في الاسبوع اروح الجيم، او ساعه واحده في الاسبوع او ساعه في الاسبوع العب رياضه. ده شيء مهم جدا. اتعلم انك تقول لا وانت عنيها. يعني لما يطلب مني حاجه
انا ما اقدرش اعملها لازم اقول لا. لما تطلب مني حاجه وعندي شغل او عندي وقت ضيق جدا ومش هقدر اعمل الحاجه ديت، بستاذن الشخص ان انا مش هقدر في الوقت الحالي ان انا اعمل الحاجه دي لعدم كفايه الوقت. فلازم ان انا اقول لا لما ما اكونش قادر ان انا اعمل الحاجه دي. لو انا خايف ان انا اخسر اصحابي، انا ممكن اخسر اصحابي في لحظتها بس هكسب نفسي بعدين. لكن يعني زي ما بيقولوا كده حاجه من الاثنين، يا اما ان بقى انت شخص منظم وعارف انك بتمشي ازاي ورايح فين وجاي منين، يا اما هتبقى عندك حاله من العشوائيه في حياتك ده عاكس عليك بالسلب. والقاعده الاساسيه بتقول لك ان الشخص الفاشل ينفر منه الناس تباعا. يعني لو انت انسان فشلت في حياتك هتلاقي الناس بتبعد عنك بالتدريج حتى لو كانوا اصحابك. والشخص الناجح الناس دايما بتقترب منه بالتدريج. فلو انت عايز شخص الناس دايما منتفعه حواليه فخليك شخص ناجح. وعشان تبقى شخص ناجح لازم تكون عارف تنظم وقتك بشكل كبير جدا. لو انت اجلت حاجات كتيره وادى ده لتراكم الدنيا عندك يبقى عندك مشكله. وطالما لو انت ما عندكش القدره انك تعمل الحاجه او ما عندكش الوقت انك تعمل حاجه قول لا، مش هيبقى مشكله. لكن المشكله ان انت تقول نعم وما تعملهاش، او تقول نعم وتاثر على حاجات ثانيه مهمه، هي دي المشكله الاكبر. تمام كده؟ لو انت هتعمل حاجه بكره رايح شغلك بكره دايما كده تكون مرتب ايه الحاجه. يعني برضه الانسان بيأكد ان لما بيقول نعم بتأثر على سيريوم وبالتالي دي مشكله وبالتالي هينعكس عليك بالسلب. ده اللي انا بقول ايه؟ ان انت تقول لا فهو مش قادر انك انت تعمل الحاجه دي. بالليل بقى لازم تكون مرتب انت هتلبس ايه تاني يوم. لو انت مثلا رايح الكليه او رايح مدرسه عارف ايه محضر الحاجه اللي انت هتستخدمها بكره علشان ما تضيعش وقتك بكره في اختيار اللبس او اختيار الحاجه اللي انت محتاجها تاني يوم. اتعلم ازاي ما تعملش حاجه عشان تهدي جسمك وعقلك. يعني ازاي تيجي عليك فتره كده تبقى قاعد في حاله استرخاء بدون اي مجهود ذهني او بدني علشان تريح جسمك. تعلم اصحابك، تعلم اطفالك، تعلم اللي حواليك ان هم يحترموا الوقت الهادي اللي عندك وتشكرهم على ده. يعني تحترم تقول لهم يا جماعه انا محتاج ساعه اقعد مع نفسي، ساعه اريح اعصابي، ساعه انام، وتشكرهم ان هم اعطوك الساعه دي. ده هيبقى في حاله من الامتنان والتقدير في ان انت طلبت ده وان انت شكرتهم على ده. لو انت عندك بتدور على شغل اطلب من اصحابك ان هم يساعدوك في ده، مش عيب، بالعكس هيوطد من العلاقه بتاعتك بيهم اكتر وهيقلل من الضغط عليك. لان يعني لما الواحد بيدور لوحده غير لما مجموعه بتدور معاه. نفس الكلام لما انا اكون عندي اكتر من حاجه بعملها فممكن اطلب من اصحابي ان هم يعملوا لي الخدمه الفلانيه، فده هيقلل من الضغط عليا. يمكن هنا بتتكلم عن الاعمال الروتينيه زي الاكل والشرب واللبس والشاور، ينفع احطها في الجدول اليومي اثناء تخطيط اليوم؟ ده اكيد يا هبه، وده اللي احنا قلنا ان انا بحط مثلا 4 ساعات دول اعمال روتينيه يوميه. فبقول ان انا هم ال4 ساعات هعمل فيهم 1 2 3 4. بس يمكن افضل ان انا نخطط اكتر في الوقت اللي هو بيسموه الوقت الضائع. يعني خلي تخطيطك اكتر
بوقت الضهر علشان بس ما تضغطش نفسك. برضك لازم تكون حاطط وقت مناسب للاكل. لما بتنام زي ما قلت كده ان انا بنام 8 ساعات في اليوم اشغل بدايل، لازم احط قائمه لاحتياجاتي اللي انا ممكن احصل عليها من نفس المول. يعني مثلا لو انا هشتري اكل او هشتري شرب او هشتري لبس وعندي مكان بيبيع كل الحاجات اللي انا ممكن اشتريها بدل ما افضل الف على اكتر من محل واكتر من مكان. طب ما انا عندي مثلا هايبر ماركت معروف اروح اشتري اكل مثلا الشهر او اكل الاسبوعين بدل ما افضل كل اسبوع بشتري اكل. لا انا ممكن اشتري اكل الشهر كله او اكل الاسبوع كله مره واحده، ده هيوفر في وقتي بشكل كبير. او ان انا برضك احصل على الكتالوج بتاع كل المتاجر الكبيره تمام، وبالتالي هقدر بشكل كبير جدا ان انا ابقى عارف الاسعار وبالتالي هتواصل بشكل كبير جدا واختار احسن سعر واقل سعر وممكن اشتري عن طريق التليفون وبالتالي اوفر وقت اكتر. برضك هقرا تفاصيل الطعام عشان اعرف هل الطعام ده الكالوريز بتاعته عاليه قليله مفيد ضار، فده شيء مهم جدا. لو انا بشتري من مكان من سوبر ماركت من هايبر ماركت ممكن استخدم الاله الحاسبه اللي معايا عشان ابقى عارف الحساب عشان لما اروح احاسب ادفع الفلوس على طول بدل ما افضل اقعد اطلع الفلوس واعد الفلوس وبعد كده وده تضييع وقت، فممكن وانا في طريقي عارف هدفع كام بالظبط. لو انا في انتظار زي ما انتوا بتقولوا كده ممكن استغل وقت الانتظار ان انا اقرا كتاب اسمع قران ممكن اروح المكتبه ممكن اشتري حاجه ليا وهكذا. ما تشتريش حاجه سواء عربيه او قطعه اساس او اي حاجه في حياتك محتاجه صيانه بشكل كتير جدا زياده عن اللزوم او عنايه خاصه بشكل زياده عن اللزوم، ده هيضيع وقتك. اشتري الملابس البسيطه السهله اللي تقدر تحافظ عليها واللي تقدر تغسلها واللي تقدر تكويها بسهوله، وده كله هيقلل من الوقت اللي انت بتضيعه فيه. شغلك بقى لازم تبقى حاطط تقويم تخطيط كبير على الحائط، يعني ممكن تحط كده زي خطه لليوم تحط فيه مواعيد المقابلات المهمه المواعيد النهائيه، بتحط معاك مفكره صغيره تكتب فيها المواعيد بتاعتك اللي انت عملتها واللي انت لسه ما عملتهاش. ممكن تكتب برضك في المفكره ديت الافكار اللي بتيجي عليك